الرجل وبالنسبة لواحد الناس اللي راه مقلقين مني بزاف وبزاف وبزاف هما الأمهات. عرفتي باش أنهم يجيو تال عندي الإفران ويطلبوك بادر أرجع. أمهات يجيو من المدن ديالهم ويجيو تال عندك فهذا تاش فوق راسي فريمون. أنا كنت عارف أن هذا البرنامج هذا فيه شي حوايج بزاف زوينين ولكن ما عمرني كنت نظن لهذه الدرجة. عمرني كنت نظن بأن هذا اللايف هذا بحال شي عائلة. عمرني كنت نظن أن الناس غتبكي على الفراق ديال هذا البرنامج. تخيلوا أن الشهر اللي فات شهر أنا بعيد على كل شيء وليت جالس بوحدي تنقول واش درت صح ولا غلط هادشي اللي درت. واش هاد البعاد ديالي فيه خير ولا لا. ولكن كان دائما واحد الحاجة لداخل أن الأمهات اللي معايا وانتوما واحد العائلة اللي زوينة بزاف سنين باش أننا مع بعضياتنا. قلت ما نريبوش كل شيء نعاود نرجع. إنما هاد المرة إلا رجعت إما نرجعو بالأحسن ولا ما نرجعوش. تعلمت في حياتي أن الضربة اللي ما تتقتلش خاصها تقويني. البرنامج ديال أسرار القلوب غيبقى مهما كانت الظروف غنبقى وغنستمرو أحسن من الأول. ولكن ما غاديش نجي غير برنامج واحد غنجيب برنامج آخر أحسن ولا غادي نبشركم هاد البرنامج أول مرة غيدار في العالم العربي. ما عمرو دار في اليوتيوب ولا في شي فيسبوك ولا في شي حاجة. أول مرة غيدار إن شاء الله. فإحنا راه نوجدوا ليه. شكرا لفريق العمل اللي معنا. وبالنسبة للأمهات اللي معايا سي الله يرزقكم جنة الفردوس. سي الله يرزقكم شي حجة ولا عمرة عما قريب. سي الله يخلي لكم وليداتكم تشوفوا ولاد وليداتهم ويخلي لكم صحيحتكم. وآخر شيء شوف كلشي يكتب لي آمين بعدا. كلشي يكتب آمين. كلشي يكتب آمين. الله يلاقينا في جنة الفردوس إن شاء الله. أما واحد الحاجة قليبات طاقيو الناس اللي زيكم قول لهم صافي راه رجع صافي راه ما بقاش غضب أنا رجع. ما علينا بأن اللي لايف اللي كنا كان البرنامج شوية فيه الحزن فيه بزاف ديال الهمش. فهاد العام ما غنعتمدوش على الحزن بزاف بيان سو غيكون أسرى القلوب ولكن غنديروا شي حوايج اللي غيكونوا ان شاء الله من غير اسرار القلوب اللي غيكونوا ان شاء الله ايجابيين وفيهم شويه ديال ما يبقاش كل شيء حزن 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 ومشاكل باش نستمروا ان شاء الله. كل واحد يطاقي شي واحد من عائلته وبارطاجيو هاد اللايف مع الناس اللي عزيزين عليكم في البروفيلات ديالكم في الجروب انفيتيو قليبات الحلقه كامله. كذلك نستقبل الاتصالات ديالكم عبر الرقم 0602 07 20 عبر الواتساب. وبالنسبه للناس اللي عايشين خارج المغرب 00 212 602 07 20. انا عاود نفتحها. كل واحد يكتب لنا العنوان ديال القصه ديالو ما تصلوش انما كتب الملخص ديال القصه ديالك مثلا شي العنوان ديال القصه ديالكم باش الناس هما اللي غيختاروا معنا شكون اللي غيدوز اللي غيبغي يسمعوا القصه ديالو بطبيعه الحال. 06 02 07 20. بالنسبه للناس اللي عايشين خارج المغرب 00 112 602 07 20. ولكن قبل ما نستقبل الاتصالات ديالكم وقبل ما نسمعوا القصص كاملين فذكرت واحد القصه من قصه بصراحه كانت ملاسه المتني فسمعت بزاف ديال القصص اللي هما صعاب بصراحه. ولكن بعض المرات تسمع شي انسان حتى من البكاء ديالو تيوجع. عرفتي فاش نعرف شكون داك الانسان اللي مجروح بزاف؟ هو مع الو ما تيبكي ومع كل كلمه ما تيقدرش يشد دموعه. تنعرفو بني مألم بزاف ومقصع بزاف. انا عاود لكم قصه نجات خالتي حاليا عندها شي 60 عام ما عقلش بالضبط. كان جاني الاتصال مع نجات بدر نعمة مرحبا أنا واقيلا كبر من الأم ديالك محتاجك ولدي تسمعني. بغيت غير شي واحد يسمعني وما يعرفنيش لا شكون أنا لا فصلي لا والو. بغيت غير مرة واحد داها ولدي بدر نخوي داكشي اللي في عندي
عجبتك الانهيار ديال البكاء. مرحبا خالتي، انا هاد الليله كامله معك. شويه عليك خالتي، عاودي كاع داكشي، عاودي كاع داكشي اللي بغيتي، انا خالتي اليوم نسمعك. قالت لي ولدي بهضر، يوم كنت شابه، الاخوان صوت نسمع ياك صوت واضح. فقالت لي يوم كنت شابه تعرفت على واحد الولد، كان انسان من اطيب خلق الله، انسان متقي الله يخاف الله، ولكن مشكل واحد اللي عنده هو ما فحالوش. ولكن ولدي بادر، الدنيا والزمان هادي يا بادر، الحب ما تيوكلش يا بادر، الحب ما تيوكلش، الحب ماشي هو ضروري باش انا تكون العلاقه ناجحه. شنو قيمت انا نكون معاه وما عايشاش في ما عايشاش بخير؟ شنو قيمت هادشي؟ فاول واحد جا عندي لاباس عليه واحد السيد عنده منصب رفيع، قلت انا عايش بخير مزيان، انا عايش بدهم، ما خصني خير، ما ناقصني خير، انا عايش ملكة، عندي الفلوس اللي طلبتها تحضر. السيد لاباس عليه، عنده كل شيء. إذن هذا هو الرجل المناسب، ماشي الرجل اللي ما عندوش. فمع الأسف أكبر غلط، أكبر الغلط هو نبغيو شي واحد على ود زينه ولا على ود فلوسه. فتزوجت، تزوجت به العام الأول، ولدت العام الأول، صافي حملات وولدت. السيد كان معاه مزيان بخير، ديما تيجي عنده واحد صاحبه قاسين، هو واحد صاحبه ما تيتفارقوش، ديما داخلين واحد البيت، ما تدخلي علينا، ملي يكون صاحبي ما تدخليش، ملي يكون كذا كذا كذا. وداك صاحبه شويه عينيه صايغه بصراحه، انا ولدي بادر تندوز، اما تيقيسني، اما تنشوف فيه شي يشوف فيا شي يشوف. المهم داك السيد انا ما مرتاحاليش، وما داكشي راه ماشي هو هذاك ولدي بادر. خالتي من بعد، من بعد واحد النهار كنت غادا، مشيت وخليته هو صاحبه في الدار، كانوا بجوجهم في الدار، واصلا ديما هما عندي في الدار. مشيت خرجت، ولكن كنت غنرجع للدار، ما عرفتش واش نسيت شي حاجه. المهم رجعت للدار، قلت لي تنرجع للدار تنحل بشويه باش ما نديرونجيهمش الا كانوا. المهم انا نيتي اصلا والله ربي لي شاهد، انا نيتي غير ندخل لداري ما شك فيه وما تنشك فيه، لا مع وحده لا مع حتى شي حاجه، انا عارف راجلي غير انا اللي عنده، غير انا. اي من بعد خالتي، بعد خالتي نجات، شنو قلت لي؟ تسمعها تسمعهم تيهضروا في البيت، ولكن ديك الهضره ماشي عاديه، الاصوات ماشي عاديه. تنحل الباب تلقى راجلي وصاحبه معه، شفتهم مع تحت الارض، فيقوني، فيقني، فيقني. قال لي يا بغيتي مرحبا، ما بغيتيش الباب قدامك، ولكن قبل ما غادي ديري داك الولد والله الا خديتيه ولا كان ليك. وانا ولدي يا بادر كبدتي، ولدي هذاك يا بادر احسن حاجه عطاها لي الرحمن، ولدي يا بادر ما نقدرش، ما نقدرش. تنهدد وتنقول غنمشي بحالاتي وغنمشي وغنمشي، وفي نفس الوقت تهددني. الله تنخرج عليك، غندير لك، بغيتي تطلقيك سيري غنطلقك، ولكن راه غنخرج عليك يا بنتي، واخا ما نعرف شنو نوقع غنخرج ليك على حياتك. ما لقيت حتى شي حاجه بادر، ما لقيت والو، ما لقيت والو بادر، شي حل انني نمشي بحالاتي. زيرني يا بادر ووافقت، وافقت انني تنشوف راجلي مع واحد، حتى تيجي واحد النهار اخر تيبزز عليا باش نكون تا مع صاحبه. بقى ديك الحاله معاه ومع صاحبه، معاه ومع صاحبه، تيسالي مع صاحبه يجي عندي، تسالي صاحبه يجي عندي، يجي عندي. ولدي وليت نحس براسي موسخه، ولو ندوش ألف مرة في النهار تنحس ولدي أنني موسخه من الداخل. تنحك 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 وكيما والو، تنحس براسي أوسخ وحدة في الدنيا.
الليله ليها الليله ليها فيما بغات تخرج برحبه، حتى تيجي نهار لي ما راضياش تنغوت بحر جهدي وابعدو مني طططططططط. صلخني يا ولدي عسى قارني قارني ردني زرقة وخرجني مع الباب. لا ولدي شديته وطلقني وما شديت تاريال، وانا ولدي تنكافح وساكنة في بيت لا عائلتي قبلوني لا حاجة، وانا ولدي دابا حاليا ساكنة في بيت وحاشاك انني سنقابل الطواليطات بعد ما كنت لاباس عليا وكذا، فوليت وليدي سنقابل الطواليطات هي باش نعيش. وولدي ما تنشوفوش ما تنشوفش ولدي مع الاسف. انا تنظن كنت جوجات بالراجل اللي فقير، لو كانت جوجات بواحد فقير بعدها كان يحطها فوق الراس. فعلى بركة الله ندوز القصص اللي غيدوزو معنا اليوم بطبيعة الحال. كما قلت لكم اللي بغيت يتواصل معنا عبر رقم 0602078020 عبر الواتساب، كل واحد يطاقي من الناس اللي عزيزين عليه. وقبل والله نتوحش نقولها لك كل ساعة نقولها لكم في هذه الحلقة هذه، سير الله يفرح قلبك، الله ينور طريقك، الله يبعد عليك كل ابتلاء، سير الله يرزقك ديك الشيء كاع اللي فيه خير ليك، والله لقينا في جنة الفردوس. كل شيء كتب امين على بركه الله. نحاولوا نقراو القصص اللي غيتجيو لنا في الواتساب. نتوما لا تخشروا ياك تحسس خساره شنو القصص اللي تسمعهم. نشوفوا الواتساب على بركه الله 0002078020 عبر الواتساب. بالنسبه للناس اللي عايشين خارج المغرب 0012-6-07-80-20. نحاولوا نستقبلوا شي اتصال بعدا نسمعوا شي قصه، ومن بعد ومن بعد ديك الساعه نقرا عليكم العناوين. فوالا كتب لي العنوان ديال القصه ديالك، شنو هي اصعب حاجه في قصتك باش الناس غنفتح لهم القصص وهم اللي غيختاروا شكون هي القصه اللي بغاو يسمعوا. القصص اللي تيستحقوا عفاكم داكشي ديال صاحبي خلاني انا صاحبتي خلاتني، فراه معايا والدين انا تنحترمهم وتنحشمهم منهم. الا كان قصص تستحق على راسنا وعينينا، ولكن كاين شي حاجه ديال الدري الصغار انا صاحبي خلاني انا نادي، فمع الاسف راه ما تندوزوهمش في البرنامج. على بركه الله كل شيء يكتب لينا، كل شيء يدخل يكتب العنوان ديال القصه ديالو في رقم 0602. نتمنى من الزادمين يحطوا لنا الرقم عفاك. على بركه الله. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. اختي صفا لاباس عليك؟ الحمد لله ربي يخليك. كي داير مع الصيحه؟ لا بس الحمد لله بيت نهضر مع بادر. الا كان معك بادر معك بادر اختي كلشي مزيان. شكرا مصلوح انا صوني ليك. مرحبا اختي مرحبا. شنو اسم المستعار اللي غتعطينا؟ اسم المستعار طوطا. شنو هي طوطا؟ اسم مستعار اختي. اش قلتي لي؟ شنو السميه اللي تعطيني مختلفه باش ما يعرفوكش الناس؟ سلوى. سلوى مرحبا سلوى. سلوى بغا تعاودي لنا شي حاجه ياك؟ ضروري خويا ما عليكم. شنو ولي القلب عامر عامر واحد ما تسمعوكش مزيانة سلوى. شنو تخوالي الكلب من الاول ما تسمعوكش مزيانة سلوى، الصوت ما واضحش. ما عنديش غيظ عندي شويه. واخا خليك هكا. تفضلي سلوى عاودي كاع داكشي اللي بغيتي حنا تسمعوك سلوى. سلوى الو ادري واختي تسمعين؟ الو ندوزو الاخوان، كاين بزاف الناس اللي باغيين يعاودوهم باش نخليو الفرصه لكلشي اللي غيعاود. مرحبا الو السلام عليكم. السلام عليكم اختي صفا لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. مزيان كيسمع لاباس بخير كلشي مزيان الحمد لله. اخوان تسمعوا مرحبا بك. شنو الاسم المسألة تعطينا؟ ملك. ملك ديري الكيد ملك. لا ممكن ديري لحداك. شنو ندير حدايا؟ الكيد الكيد باش نسمعوك مزيان الكيد.
دابا دريا مالك؟ واش نعاود لك قصتي؟ ولكن غير لك ممكن تهضري عادي وبجد باش نسمعوكم مزيان عافاك. واخا نعاود لك قصتي من الاول. خصيتي تهضري بشويه، حنا ما نسمعوكش اصلا باش تعاوديها. باش نسمعوكش. انت دابا كتسمعني؟ بعدي شويه الميكرو على فمك. تفضلي يا مالك. دابا؟ واخا تفضلي يا مالك حنا تنسمعوك. بدات قصتي. بعدي عافاك شويه مالك فمك على الميكرو. بدات قصتي ملي تفرقت ماما. ايه كنت كنقرا انا في الثالث. اها. ديك الساعة كان فراق صعيب بزاف. تأثرت بزاف. كان واحد الليلة كانت خيالية. بس كل ليلة كل عذاب ما عمر حيك لين بالي. المراهة تفرقوا هو بامسة مزيح وحنا بقينا عايشين مع ماما. كاينه جوج ديال خواتاتي. جوج دكور وانا بنت في الدار. تمايا ربا ما عقلش علينا. شاف حالو من حياتو. قصتي صعيبة بزاف. واخا عافاك ما تحكيش اختي راه ما تنسمعوكش عافاك. واش داس حدك شي حد؟ مالك داس حدك شي حد؟ ما تقدريش تهضري عادي؟ برا. واخا حيت ما تنسمعوكش اختي، بزاف د الناس تيكتبوا لي في لي كومونتير على الصوت ما كاين مشكل في الصوت. حيت راه الناس ما تيسمعوكش. سمعتيني يا ملك؟ نعم؟ نعم يا ملك؟ ملك؟ كتسمعني؟ كتسمعني؟ واخا كملي يا ملك؟ كنت عايشة مزيان. حتى لواحد النهار كنت صغيرة ما فاش تبدلات حياتي. كان اباني شي واحد من عائلتنا. ما قدرتش نهضر، ما قدرتش نقول لماما، ما قدرتش. كبر معايا الضعف. كل ليلة كان حلم. وعلى الصوت مالك الصوت والو نهائيا اختي باش يسمعوك، ما تسمعوكش. اش نقول لك؟ الصوت الصوت ناقص. مالك؟ نعم. فاش يمكن لك انك تهضري وتعاودي داك الشيء صيفطي من الناس ميساج في لاباج ديالي في فيسبوك وان شاء الله تعاودي تطلعي معايا. صافي يا مالك؟ لان نستاهل تسمعك. مرحبا. 0002 087 20. الاخوان اللي عنده قصه صعيبه يكتب لي بهضر، انا عندي قصه صعيبه في الرقم 0002 087 20 عبر الواتساب. انا غنخلي لكم في كومونتير 0002 087 20. الاخوان كلشي يدير قليه بعفاكم. هنا عفاك فين هي؟ مشالي الكومونتير ديالي. واخا اللي عنده قصة صعيبة يقول لي بدر أنا عندي قصة صعيبة. يلا اللي عنده قصة صعيبة يكتب لي ميساج بدر أنا عندي قصة صعيبة في الرقم 06 02 087 20 عبر الواتساب. صفر ستة صفر جوج صفر سبعة وثمانين عشرين. يكتب لي بدر أنا عندي قصة صعيبة. صفر ستة صفر جوج صفر سبعة وثمانين عشرين. يكتب لي نشوف. يكتب لي بدر أنا عندي قصة صعيبة. قصة صعيبة بزاف. اوكي على بركة الله.
شكون توحش البرنامج؟ من؟ شكون توحش البرنامج يكتب أنا. والله أني أحبكم في الله. صلي نور لكم طريقكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ما تنسمعكش، ما تنسمعكش مزيان أختي. ألو السلام عليكم. أختي ديرها الكيت، ممكن تعيديه؟ ولا ما دارش ممكن ديريه؟ السلام عليكم. اوه دابا مزيان، دابا مزيان. مرحبا بك. كتسمعني مزيان؟ تنسمعك مزيان. لاباك. مرحبا بك، شنو الاسم الموسع اللي غتعطيني؟ خويا بدر ياك؟ بدر اللي معك. شنو اسم الموسع؟ صافي انا سليمة. سليمة، سليمة باغا تعاودي شي حاجة؟ سليمة من مراكش. لا ماشي اسمي الحقيقية. لا ماشي الحقيقية، حتى المدينة ماشي حقيقية. برافو برافو، مزيانة سليمة. سليمة تفضلي عاودي قاعدك شلي بغي شي، احنا كاملين تنسمعوك. شكرا خويا بدر على خطيك. مرحبا. المهم انا غادي نبدا لكم القصة اللي كانت عندي 15 عام. كان واحد العرس عندنا في المدينة في الحي اللي احنا فيه. كان سليمة مسبقناش نسمع فيها كونيكسيون. سليمة كان سليمة ما كتسمعنيش. شكون ولا تيتقطع سليمة؟ دابا مزيان. مزيان. قلت لك كان واحد العرس عندنا في الحي. مشيت لي ديك الساعات و اسمح لي متوتر شويه. صافي بشويه عليك، خذي راحتك. شكرا بدل ما كاينش اللي يعرفك. خذي راحتك سليمه. شكرا على خطيك. مرحبا سليمه. المهم خويا بدر مشيت لذاك العرس، وكان يعني ولد عم العريس كان هو يعني دي جي. وكان كيجينا نتم العائله، وذاك العرس كان فيه ولد عمتي حتى هو. ديك الساعات شافني داك هذاك، اول مره شفني داك اللي كيجي البابا من عائلته هو اللي ديجي نتي داك العرس. تما شافني وقال لي واحد بنت عمته، قال لي دوي مع سليمه، قال لها تعطيك النمره ونبقاو زعما على تواصل تاعنا باش نخطبها زعما من دار. جيت عندي بنت قالت لي فلان شنو قال لي قلت لها انا راني باقية يعني يلا خرجة، يعني ديك الساعة يلا كنت خرجت من الكاترين. قلت لها انا عاد خرجت من المدرسة يعني 15 عام يعني باقا صغيرة يعني دانا ما يقبلوش. قلت لي المهم غادي غير يهضر يعني يقولها لداركم، وديك الساعة بغيت تسناك يعني حتى توصلي للسن يعني ديال ودير لك تاني، وديك الساعة غادي يجي يعني لداركم. صافي وديك ساعه قلت لها واخا، عطيتها النمره وقال لي واش تقبلي. قلت لي انت تهضر مع دارنا وشوفي يعني حتى انا ما نقدر نقول لك والو دابا. صافي وقال لي صافي انا غنهضر مع داركم. وصافي تاني داك العرس اللي كان خدام فيه ومشى. وموراها تقريبا بسيمانه يعني ولد عمتي بحال ما عرفت واش هو سمع ديك الهضره اللي كانت دايره في العرس، ولا ما عرفت واش ديك البنت وصلت له الهضره ما نعرف. هو كان المهم بحال قلت لي ديجا حاط العين وهذا، ما قال بلاتي نسبقو نهضر. صافي وهضر معايا قال لي واش تقبلي، وقلت لي لا راني يعني اعطي الكلمه لواحد وفهمتي يعني جيتوميش يعني قلت لي شنو كاين. صافي قال لي المهم قال لي شوفي الا ما تفهمتيش انتي والسيد انا راه بغيتك، انا ولا راني يعني من عائلتك ما غتلقايش بحالي. المهم هضر صافي وما طولتش معاه حيتاش كيف ما قلت لك يعني هضرت مع الاخر. صافي موراها داك السيد صيفط عمته قال لعمته هضري مع بابا سليمة قول لها راني بغيتها وهادي. وجات عندنا عمته حيت هي كتسكن حدانا. قلت لها هضرت مع بابا قلت لي راه شنو
قال لها بابا لا، قال لها لا هو حتى هو خدام دي جي، وهذا انا ما نكذبش عليك يعني اول مره فاش هضرنا صافي بحال تعلقت به وصافي من اول مره. بقينا كنهضروا انا وياه، تقول لي يا راه باباك راه ما شنو قال. قلت له ما نعرف، يقدر يعني يقدر مع الوقت يغير الراي ديالو ما تعرف. قلت له حتى انت حاول تشوف لك شي خدمه اخرى يعني احسن، يعني الا لقيت بنت الخدمه راح احسن لك. مع دجا هو قاري صافي، وقال لي اللي غادي ندير كل ما في جهدي لقيتي حاجه هو هذاك، ما لقيتش خاصك انت اللي غتقنعي داركم راني ضاغيك وهادي. قلت ليها غادي ندير كل ما في جهدي وحتى انت خاصك دير جهدك. صافي بقينا كندويو يعني واحد المده شحال وحنا كندويو، حصل واحد الوقيته كانت بنت عمتي اخت ولد عمتي اللي هضرت لك عليه كان عند عرس، وتلاقينا في داك العرس عاوتاني. قال لي واش مازال ما هداكش الله شنو داكشي اللي قلت لك وهذا. قلت لي راني باقي كنهضر مع السيد، راني يعني كيف جيت كنيشة نكون كنت باغا نضحك عليك غادي نقدر نقول لك واخا زعما وندير، ولكن انا راه جيت كنيشة راني كنهضر مع السيد وهذا. صافي هو مشى وصل الهضره لدارنا يعني باش يخلق بيناتنا المشاكل وهذا، مشى قالها لدارنا. قال لي راني سليمه باقا كتهضر مع فلان، راه باقين في علاقه غير مخبيين عليكم وهادي. بابا ساق الخبر تعصب بزاف، فارس تليفون من عليا الخروج وشحال من حاجه. المهم سد عليا ما بقاش كيخليني لا نخرج لا حتى حاجه، يعني بحال قلتي صافي تقطعات الغولاسيون بيناتنا انا وياه. استغل الفرصه هو ديال ان بابا زعما في مزير عليا وهذا، قال مشى قال بابا صافي خالينا راني بغيتها وخا وقع هادشي يعني بيناتهم انا ما عرفت كاع يقدر تكون شي حاجه يعني هو ربي اللي علم. كان بيناتنا حتى حاجه من غير اننا كنهضروا في التليفون وصافي. قال ليه يعني شنو قال لها؟ قال لها انا غادي نسترها، قال لها نسترها مهما انا هضرت معاه وهذا انا غنسترها ونتزوج بها. قال لباباك؟ قالها البابا. بابا صافي ديك ساعات يعني بحال ديك الثقه كامله اللي كان داير فيا وهذا صافي بحال خنت الثقه ديالو، حيت هو يعني داكشي اللي قال لي يعني فوق من داكشي اللي كان واقع. صافي قال لي بابا واخا، ولكن راها باقا صغيره يعني كنت عندي ديك ساعه 16 عام. قال لي غتسناها حتى دير 18 وديك ساعات غديروا العقد. قال لي واخا، ولكن ما تعطيهاش تليفون وما تخليهاش تخرج، ولا كنت باغي نهضر معاها راه غادي نهضر معاها في التليفون ديال ماماها ولا تليفون كنت هي. صافي صافي بقيت مده عام ما كنهضروش انا وياه، ما كنتشوفو متى حاجه، حتى لواحد الخطره كان جا لحدا عمتو تماك اللي ساكنه حدانا، كان عندها السبوع ديال داك الولد اللي تزوج، و ما فين شافني قال لي حيت هو ما سالك الخبر والو غير يعني فجاه تقطع الخبر وصافي. قال لي مالكي شنو وقع؟ قلت له راه شنو كاين. قال لي دابا صافي مخطوب. قلت ليها شنو؟ قال لي حاولي تفسخي الخطوبه وديري. قلت لي حاول انت تجي تهضر عاوتاني مع دارني الا قبلو راني انا ما بغيتوش. صافي مشى عاوتاني وهضر مع دارنا وشحال زوق بابا. قال لي بابا قنعو، قال لي لا اخر كلام عندي راني عطيتها لاختي صافي، وعطيت الكلمه لاختي صافي ما نقدرش نتراجع. كتسمعني اخويا بدر؟ تسمعك سليمة. صافي ديك ساعات يعني بحال قلتي قنعو يعني مو حيتاش هو شويه كبير في اللاج، يعني كان ديك ساعه كانت عنده شي 37. قلت له ترى هي باقا صغيره وانت يا عمر كيف وتخصك تزوج ضروري، ما خصكش تسناها يعني فهمتيني، ما خصكش تبقى كتسناها وانت العمر ديال كيفوت هي باقا صغيره يعني كتسنى. سليمة حاولي تعاودي لنا باختصار يكون احسن. واخا المهم مقنعته قلت له باش يتزوج صافي. كان صافي مشى وخطب وحده، واخا غير مولي خطبات له وداكشي ما كانش باغي
تصور نهار اللي مشينا نديرو لك تلاقينا انا وياه في المحكمه، حتى هو غيتزوج بوحده قاصر، يعني مازال ما كملش 18 عام. كان في خطره شنو غادي نتزوجو في نهار واحد ونتلاقاو في المحكمه في نهار واحد، وغادي ندوزو متابعين، غادي ندوزو الاول وغنتبعو انا الجلسه ديالو هي الاولى، وعاد انا تبعته موراها. فاش جاتي تزوج كانت تقطع بزاف، تصور باش والبنت اللي كانت معاه ما كانتش عارفه شنو كان بيناتنا، كتبقى كتشد فيه وهذا، وانا كتجيني واحد الغيره بشكل انا ما بقيتش مدعيه في راجل اللي حدايا، انا كنشوف غير في هو صافي صافي. ديك الساعه عطاونا الموافقه في المحكمه، تصور مشاو عاوتاني حيت الجلسة بين جلسة وجلسة غير نص ساعة، لقيناهم باقيين عند العدول تيكتبو في نفس العدول اللي مشاو عندهم هما اللي مشينا عندهم حنايا متابعين، يعني داكشي صدفة، ولكن سبحان الله ما عرفتش. صافي ودرنا لقط في نهار واحد في العرس. قالوا البابا راه خاصنا نفوت، يعني قالوا لي راه غادي نعرضوا عليكم العرس، خاصنا نفوتوا العرس، ما نديروش عرس واحد يعني في نهار واحد. قال لهم بابا غادي يفوت يعني بنهار، غادي نديروا نهار ما بينكم وبيننا حنايا، حيت ديجا هما حنا عائله. صافي وداروا هما الاولين العرس، تصور نهار العرس والله خويا بدري لا حيت ديك الساعه صافي كنت شديت تليفوني الا كنصوني ليه وكينزل من لما الصوت يجي حتى كيهضر معايا وتيقول لي انا داير هذا الشيء غير بزز مني، انا باقي عندي امل، ما عرفش قال لي يعني مزوج وانت مزوجه ولكن باقي عندي الامل، كيهبط يعني كيخلي الناس ولا روسه وتخلي داك الشيء كامل تيخرج براحته كيجاوبني. وتصور خويا بدر شنو نهار عرسي انا، هو اللي كان ديجي مصور في نفس الوقت في عرسي انايا، سيد كيجي ردي الميكرو عفاك سنينة كيك كان؟ نعم خويا بدر ردي الميكرو كيك كان في الاول سنينة دابا مزيان خويا بدر؟ لا كي كنتي في الاول مقدرتش نسمعك، كي كنتي في الاول الو دابا مزيان كتسمعي خويا؟ خليك كملي يا سليمة. قلت لك نهار عرسي جاوبتي صور حيت دوزت العرس، يعني هو اللي كان مصور و تصور كيجي بالكاميرا حدايا، وعرفتي يديه كترعد ودموعه نازلين، واحد الحالة عرسي بحال داز اش نقولك، بحال جنازة، بحال ما فرحتش بيه، واحد الحالة في شكل، ومرتو فحال عقد بيه بدات كتعيق، يعني وجات عندو قالت له هضرت معاه قالت ليه اش هادشي ونوضت صداع ما خص، قالت ليه واش بيناتكم شي حاجه واش هادي، مرتو عارتو هذا صافي، قال لي هادشي فات يعني هادشي كان من الماضي، هي دابا راه مزوجه وانا راني مزوج صافي صافي. وديك الساعه قالت لي مرتو ما خصكش تكمل في هاد العرس، خاصنا نمشيو وإلا راه غادي ندير معاك شي حل وهذا صافي. نوضو بيناتهم مشاو كملوا النقاش في دار عمتو اللي كانت ساكنة حدانا، واخا باختصار حاولي تعاودينا باش تبقى باختصار. صافي وبقى واحد المدة واحد المدة ما بقيناش كنتواصلوا، ما بقيناش كنتشافوا نهائيا، حتى لقاتنا الصدفة عاوتاني في واحد الكلينيك ملي كانت مرتو باغا تولد، ولات حتى هي سيزاريا، ولات حتى انا سيزاريا، ولدنا بنيتها انا وياها. بلاتي ولدت في نفس النهار وفي نفس زعما هادشي كامل صدف زعما، اقسم بالله خويا بدر الا صدف. ولدت في نهار واحد وولدت في نهار واحد. النهار واحد اللي ولدنا انا ومرتو، انا ما كنتش عارفه مرتو سماك حيت هي حيت انا كنت في نفس الكلينيك نفس الكلينيك، بحكم ان ديك البلاصه اللي حنا ساكنين فيها كان فيها كلينيك واحد قريب. نفس الكلينيك ولدنا وبجوجنا ولدنا بنيات صافي. فاش جاي يشوف مرتو قال لي راه سليمة راه كاينه حتى هي في هاد الكلينيك،
قال لماما واش ممكن باش نشوفها، واش ما غاديش ندير لها شي مشكل زعما الا شفتها وهذا. وقالت لي ماما غير سير. صافي وجا عندي قال لي ما عرفش، قال لي علاش حتى كنبغي ننسى ونبغي نبدا صفحه جديده والقادر كيجمعنا عاوتاني وكنتلاقاو. قال لي ما عرفش هادشي علاش كيوقع لينا بحال هكا. المهم قلت لي صافي سير، قبل ما يلقاك غادي يوقع مشكل كبير بيناتنا، اللهم سير في حالتك. صافي ومشى. من بعد خويا بدر ولدامتي كان كولاده كيتعامل معايا زعما مورا ما فارقنا وهذا، ولا كيتعامل معايا زوين زعما باش نولي نبغيه. انا صافي قلت يعني صافي تزوج خاصني نبدا صفحه جديده مع راجلي ونسى كامل داكشي اللي وقع. صافي يعني سيد مزوج وانا مزوجه خاصنا نساو. صافي وبدلت النمره وبدلت كلشي باش حيت الفيسبوك اللي درتو، كلشي حيتو باش ما بقاش يعني بحتى شي حاجه. صافي وبديت صفحه جديده معاه. صافي تعلقت بيه شويه بشويه وليت كنعمر بيه وقتي وكنعمر بيه حياتي شويه بشويه، حتى يعني حتى وليت كنسى هذاك وليت كنتعلق بيه شويه بشويه، حتى وليت كنبغيه، وليت معاه دنيا وليد ما شاء الله. ربي يخليك اخويا. من بعد اخويا بدر عرفني انني صافي دارني في يديه وليت كنبغيه. من بعد ولا تبدل بزاف كتر من القياس. ولا وكان شنقول كيمشي كيخدم وكيخليني بوحدي هنايا مع والدي. كانت كنتقفص بزاف لدرجة ان دابا ماشي بزاف هذا باش ولدت سيزارين الولد الثاني تاني. وغير السيمانة اللي فاتت يعني يلاه ولدت دابا نقول لك دابا بشي شهرين هكا، وقالت لي مورا خاصك تنوضي تخملي لنا الدار وديري كل شيء يعني صافي. ومشيت اخويا يعني باش غير ما نخلقش مشاكل، لان بابا غادي الا وصلت شي حاجه غادي يقول غير حيت انا باقا كنبغي هذاك وكنخلق المشاكل، ما غاديش يفهمني وما غاديش يقدرني. صافي بركت على قلبي ومشيت كندير شي حاجه فوق من جهتي، لدرجه ان دابا المفتاح يعني تقطع ليا ومشيت عاودت الخياطه. بسبب يعني هذاك يعني داك الشقا اللي درت وداك المجهود اللي درت تقطع لي المفتاح. ومشيت عاودت يعني الخياطه وعاودت كل شيء، نفس الالم من جديد، نفس العذاب من جديد. دابا ملي كنهضر معاه تنقول له انت يعني في الاول كنتي كتعامل زوين غير باش تطيحني، دابا ملي وليت شاده معاك غاده معاك مزيان علاش انت تبدلتي؟ خاصك حتى انت صافي يعني تشد معايا. قال لي غادي نبقى على كاع داكشي اللي دوزتي في يعني كاع داكشي اللي دوزتي عليا في هذا، غادي نردو لك دابا من يوم تلت. قال لي صبرت عليك دابا حتى شدي يعني حتى درتي الولاد وهذا، دابا راه غادي تخلصي كلشي. ولا كيتعامل معايا واحد المعاملة في شكل والدي حتى هما في شكل ما شنقول لك اخويا بدر العذاب كندوز معاهم العذاب وما نقدرش نهضر، لان ما كاينش اللي غادي يفهمني في دارنا. الا هضرت غادي يقولوا لي غير باقا كتبغي هذاك وما بغاش يعني ما باغا تخلق المشاكل. ايوا وهذه هي القصه. معرفش اخويا بدر شنو صراحة، مكرهش اللي ينصحني يقول لي وشنو ندير، حيت حيرة صراحة والله انا حيرة. سليمة. نعم اخويا بدر. الماضي تيما كيما جا نقولو تيبقى الماضي. دابا انت وليتي مزوجة محسوبة على واحد الراجل، هذاك الراجل اللي صافي نسيناه كلشي ياك. لا هذاك صافي، هذاك هو هذاك صافي. بالنسبة لراجلك كاع الناس تيوقع بيناتهم مشاكل وكاع الناس يدوزوا واحد الفترات في الحياة، ضروري ما تيكونش دائما فاهمين، ما هادشي دائما. ولكن المرأة اللي حكيمة تتعرف كيفاش ترجع من داك الراجل اللي صعيب وقاصح وما نعرف شنو، تقدر ترجعه واحد الإنسان اللي فهمتي تيتنازل شوية.
فهمتي؟ فاللي غادي نقولوا لك حنايا الله يسهل عليك والله يفتح لك بيبان الخير والله ينور لك طريقك ويدير لك اللي فيها الخير. اسلم وشكرا لك بزاف على المشاركه. مرحبا. شكرا اخويا بدر. شكرا. 0607820 عبر الواتساب. كاين واحد القصه تستحق انا ندوزو. كاين قالت لي عطيني واحد 10 دقائق ندوزو واحد القصه لما تجي. الاخوان قبل ما نستقبل هذا الاتصال هذا سير الله يعطيك انت وميمتك كسر الجنه كلشي كتب امين. اسمح لي شي واحد دقيقه عافاك واحد دقيقه صافي كل واحد يكتب امين لعل الله في سماء الدنيا يقول هل من داعي فاستجيب له. اي واحد مغموم في هذا اللايف هذا شوف اي واحد فيكم طالع عليه الدم اي واحد مغموم ومضيوم اسمع اسمع ما تنساش ان نرى من اسماء الحسنى الرحمن فالله يرحمك والله يفاجئ عليك والله يبعد عليك كل شر والله يخليك ديك ما ديك الابتسامه ما تخطاش وجهك. شوف قول امين لعل الله في سماء الدنيا كلشي كتب امين. الو السلام عليكم. عليكم السلام خويا بدر كي داير؟ الحمد لله انت صافا بخير؟ لاباس الحمد لله. امورك على خير؟ صافا. شنو اسم موسى اللي غادي تعطينا؟ دير زهرة. زهرة. زهرة عندك قصة تستحق تعاود. بزاف. مرحبا زهرة تفضلي عاودي قال داكشي اللي بغيتي حنا تنسمعوك زهرة. كيف باقي كاع ما بديت. انت لهالدرجة القلب عامرة زهرة؟ بزاف. شوف زهرة خذي راحتك عاودي قال داكشي اللي بغيتي وقبل ما نك كلشي مع ربي فاجئ. شوف اسمحي لها زهرة قبل ما نعاود لنا زهرة كلشي كتب لها الله يفاجئ عليك في كومنت قبل ما نسمعوا القصة كلشي كتب لها الله يفاجئ عليك. تفضلي يا زهرة عاودي قاعدة داكشي اللي بغيتي حنا كاملين غنسمعوك. واخا نعاود زعما ملي كنت صغيرة حتى كبرت. عاودي قاعدة داكشي اللي ضارك. واخا الوالدة تزوجت بواحد السيد الوالدة ديالي كانت مفشة بزاف كانت إنسانة مزيانة ما كتقدرش زعما تجرح حتى شي واحد. زوجت لواحد العائلة عصبية بزاف لواحد الدرجة ما كتصورش. ماما باش نفهمو بدلتني أنا ماما كانت زوجت باباك بواحد الراجل اللي صعيب شوية. إيه أها صعابين كامل. اها ولدتني انا وخويا خويا المتوسط وانايا وفاش يلاه كنكبروا كانوا عماماتي كيكرفسوها بزاف كانوا كيضربوها وكانوا كيخرجونا لبرا كان باتو غير في برا في الزنقة جينا نمو اللي كيهزونا واحد النهار صافي حماقت ماما وليت كتغوت برا كتبقى تقول لهم حماقتوني وكلت عليكم الله كتبقى تهضر بوحدها تدبو باقا هكاك. صافي ما حيت ماما مريضة لينا كلشي كيس استغلنا من عائلة بابا من عائلة خوالي من كلشي ما حيت ما كاينش الوالد اللي كتهز عليك تقل فهمتي. اي واحد كيشدني كيدير بحال شي خدام عنده كيدير بحال الجفاف ديالو. تيديوك عندك عائلة ماماك وعائلة باباك تيديوك عندكم للدار باش تخدمي عندهم. كاين اللي كيديروني بحال شي قدامة ملي كنت صغيرة تا كبرت. دابا كبرنا شوية عزنا عمي الله يرحمو هاد النهار هو اللي دار فينا واحد الخير بعدا هو حسن منو عمي بعدا كبرنا وهذا وماما كانت كتغوت بزاف في الزنقة حمقتوني انا ملي كنشوف داك المنظر كيبقى فيا الحال ولكن كل ما كنكبر وانا كنمرض اللي كنشوف عقدت حياتي فهمتي. اسمح لي حيت ما كنعرفش نهضر بزاف بالعربيه. ماشي مشكل خذي راحتك
تعقدت حياتي كلها. كنقول فاش كنت صغيره كيجيني داكشي عادي، واخا انا كنحس، ولكن كل ما كنكبر داك الماضي ولا كيمرضني، فهمتي؟ كل مره كنبكي، كل مره كنقول علاش حنايا جاب لنا الله هاد العائله اللي ما فيهاش لا رحمه لا حنان، ما كيحنوش فينا، كنلقاو الخير في البراني ما كنلقاوش في عائلتنا صافي. وفاش كبرنا شويه درنا بوحدنا، وشويه تزوجت بواحد الانسان اصلا ما كيستاهلش، زوجت به و بحال الا كيحقرني حتى هو. وقال لي واحد النهار الى ولدتي ولادك خدمي عليهم. قلت له راه نهار الاول ما شرطيش عليا هذا الشيء، وما قلتيش لي بلي غادي تخدمي، انا ما مولفاش زعما نخدم برا، مولفه غير الدار، الشقه ديال الدار نقدروا نديروا لك، ولكن باش نخدم برا ما نقدرش. واحد النهار قال لي هرس شي حاجه من داري جيبي الخلاص ديالها عند باك صافي. بدات المشاكل وبدينا كنتناقروا انا وياه، ما كذبش عليك حتى انا ما بقيتش كنسكت، ما بقيتش كنصبر. قلت له طلقني هذا هو الحل، اما نتناقر معاك وتناقر معايا داكشي طلع ليا في راسي. انا داكشي داك المشاكل وهذا راه عشتهم في دارنا، ما بغيتش نزيد نغرق راسي معاك. لما نطلق باش يجيب لي الله شي ولد الناس حسن من هالشي هذا. وصافي طلقت، مشيت للمحكمة، دوزت ديك عام صافي. الوالد ديالي تبدل عليا اكثر من الاول، دوك المستحقات ديالي اللي خرجت ليا كامل نهزهم وما سولش فيا. وبدا كيقول لي خرجيني من داري، خرجني من دار من دارنا شحال من مره بابا كيضربني، شحال من مره خرجني من الدار وكنرجع، حيت انا ما ولفتش نمشي لبرا، ما ولفتش الزنقه، ولفت نبقى في دارنا. شحال مره خرجني، شحال مره قال لي انت غير اسمح لي واخا غادي نقول هاد الهضرة وغادي يسمحوا لي المستمعين، مش خسريش الهضرة. المهم ديك الهضرة اللي خايبة، انت غير بنت الزنقة، كيفاش ديك المطلقة كيقولي لها واحد الحاجة اللي خايبة ما قدرش نقولها واخا هكاك. وديما كيقول لي خرجي عليا، حيت شد دوك الفلوس غير شدهم. راه في الاول قبل ما نشد طلاقي كان معايا مزيان، غير شدهم او كيضرب ديما وكيقول لي كون كنتي مزيان كون بقيتي مع راجلك. نقول لي راه حتى وحده ما كتمنى حياه تكون عندها حياه خايبه، راه اذا ما لقيتيش الخير في واحد الانسان راه ضروري غادي ترجع. واش غادي تبقاي ديما عايشه معاه مدلوله؟ لا راه ما يمكنش. انا راه تحقرت في حياتي كامله وما بغيتش نتزوج ونبقى مع واحد عاوتاني نعيش معاه نفس الحياه، راه بغيت شي حياه تكون احسن، ماشي نبقى مع انسان ما كيقدرنيش وما كيحترمنيش وديما حاقرني. انت يا غير بنت البلاد، انت ما كتعرفي والو وبزاف الحوايج صافي. ديما كيخرجني، ديما صبرت، ديما كيضربني، ديما صبرت. واحد النهار خويا مسكين جا من عرفت هذيك كانت راعد صعيب بزاف، واخا انا ما كنعرفش نشرب. خويا جا مسكين حيت عندو عقدة نفسية على داك الشيء اللي داز علينا في الصغر. كونيكسيو كتقطع. اه كملي ليا، حاولي تمشي شي بلاصه فيها الكونيكسيو. الو تسمعيني دابا؟ الو تسمعيني؟ الو الو تسمعيني؟ انا
عندهاش كونيكسيون للاسف. تسمعيني اختي؟ الو زهرة، زهرة، زهرة. اوي اوي واخا نقلب على المرجع، اسمحوا لي واحد دقيقة. إذا ما سافكش الحظ باش انك تدوز معايا في هذه الحلقة، صيفط ميساج عبر الصفحة الرسمية بي ا دي اس باس اش اي ال ا ال اي، كتب القصة ديالك مع الرقم ديال الهاتف ويتواصلوا معك لي زادمين اللي تحية لهم. شكرا على المجهودات الكبيرة التي قوموا بها بطبيعة الحال. على بركة الله ندوزوا وقت القصة الموالية. اوكي نشوفوا. فوالا انا ستسموني، اسمحوا لي واحد دقيقه راه جات لها الكونيكسيون. الله يكون في عونها. زرا، زرا تسمعيني؟ زرا تقطع دابا مزيان تسمعيني؟ دابا كنسمعك. واخا كملي لنا زهرة. قلت لك خويا مدمن المخدرات. اها كتمان وجا مسكين. شكون هو المدمن مدمن المخدرات؟ اخوك خويا. اها حيت عنده ديك العقدة النفسية، فاش كان صغير شفنا دوك المشاكل تعقدنا كامل. راس ماشي سهل تكون عندك امك مريضة ويكون عائلتك قاطحين بزاف. راه في الصغر كتحتاج داك الحنان بزاف. ملي ما كتلقاش راه ملي كتكبر كيكبر معاك داك الشيء كامل كيكبر معاك، كتعقد بلا ما كتشعر. وهما ما كيحسوش بك، ما كيقولوش راه ما عندهمش الام ديالهم ولا فاش المهم انا كنت كنصبروا بزاف الحوايج، وباش كملها وجملها خويا جا مسكين ما حيت عنده داك انفصام الشخصية سميتو ما عرفت. كان قال زعما هرب من المدينة جي لعندنا باش تهزو واحد العائلة مسكين وتحن فيه، وجا قال زعما راه مريض باش يشوفوا لي شي حل. اشنو دار هو؟ رجع خويا وكيغوت مسكين وبزاف الحوايج، في بلاصه ما نمشي انا نديه للسبيطار يتعالج دا هو الحبس. دا الحبس دا خويا الحبس. علاش والدينا هكا كيديروا لولادهم؟ اها دا الحبس وبقيت معايا شهرين، بقيت كنغوت بحال شي حمقى. حيت انا من الاول فاش شفت خويا فديك الحاله كنقول ليه دي خويا للسبيطار يتعالج ماشي ديه للحبس. راه ما عرفتش انا عندي واحد العقليه قاصحه بزاف، ما كيحسش بينا ما عرفتش علاش، واش حيت ما كايناش الوالده ديالنا حيت حمقوهم ويحمقونا حتى حنايا. صافي ما قلت لي علاش دي، وزيت النمرة ديال الشاف ديال الجندار، بقيت كنقول لي عافاك انا مبقى. تقول لي اش من حل دارو في المحكمة؟ فاش قال لي داك الشاف الله يكثر خيرو وقف معايا قال لي راه خوك راه داه بك الحبس، راه بقيت كنعوت بحال شي حمقى. وزيت حوايجي مشيت عند عمتي بقيت مع هذيك شهرين، تخرج خويا عاد جيت معاه قلت لي ما غاديش نجلس في ديك الدار الا ما كاينش خويا. وانا وجهي ما بغيتش نشوف، وكان باين لي كيبان لي بحال شي ما عرفتش شبح ولا ما عرفتش شنو، ما بغيتش نهز في عيني حيت هو ما كيحنش فينا. قلت لي ما غاديش نرجع للدار الا ما جا خويا. وكان بغا يعطيني 5 سنين. انا اللي قلت ليه يا اما دير ليه التنازل ولا غادي نوكل انا المحامي على خويا وغادي نخرجو، او لا نمشي ندوز ليه وغادي تخرج ليه هذيك الشهاده الطبيه وانت اللي غادي تمشي فيه. وباش جملها وكملها هما تحرشوا بي حرش ما عرفتش كيفاش كتقولوا لي العربيه حرش ليه ولد عمو
باش يكون حشاد المحكمة. زعما اللي قالوا ليه شكون اللي دار لافوت يقول ليه راه يقول لي هذاك زعما راه خويا هما اللي جبدو. كان كيتفرج هز عليه التلفازة كيتفرج حيت هو كيتهدل ملي كيتفرج كينسى. كنقول ليه خليه صافي ودخل الحبس مسكين. بقات معايا شي شهرين وخرج. عاد انا ديته للسبيطار يتعالج. فاش خرج عاود تاني قال لك بغى يعطي ليه ديك 50 وانا نعطي ليه. مشيت سلفت الفلوس من عند صاحبتي قلت ليها عافاك عطيني فلوس خويا بغيت نهرب خويا هذاك راه بغى يضيع لي حياته. قلت ليه راه تختار يا اما تمشي حريت تمشي عندك الحريه التامه تمشي دير ما بغيتي ولي ديك الحبس تبقى ديك 5 سنين غادي تزيد حماق في الحبس. راه ماشي هذا هو الحل. عاد مشى ودابا الحمد لله كيهضر معايا وقال لي راه خدمت. قلت ليه كنتمنى خويا تشد الطريق ديال الله وتبعد على داك الزبل غير كيخرج عليكم. قال لي راني خدمت. واحد خويا صغير اخر مشى 5 سنين راه خرج ملي في عمره 17 عام ما عمره جا للدار. كنقول لي اجي للدار كيقول لي هو اللي جرى عليا ما قدرش نجي للدار. وملي كنقول لي هضر مع ولدك ترجعوا للدار كيقول لك لا ما عندي ما ندير بهم. اللي بغى يمشي اللي بغى يبقى على هكا كيديروا الوالدين. زهرة نعم كملي هادشي اللي كاين دابا رانا احنا عايشين وصابرين. هادشي اللي كاين ومامك فين؟ ما قلتيناش مامك فين هي. ماما راه كاينه في الدار نيت حتى هي مسكينه راه كان كيدوز ليها دابا ما بقاش كيدوز ليها. كتقول لي شي حاجه يقول لك راه انتما ما عرفش كيخربق وصافي ما كيعرفش اش كيقول. اخ زهره تعرفي بان ربي كبير. ربي كبير الحمد لله. تضيق بزاف كل واحد شنو هو الابتلاء اللي عطانا فيه الله عز وجل. شي غادي نسول هاد الالاف الناس كاملين اللي تيتفرجوا فينا دابا وغادي نقول لهم واش كاين شي واحد فيكم راه كان داز حياته كامله مهنيه. كل شي غيقول لك كل واحد قلبه عامر عالم به غير الله. كل واحد الابتلاء اللي عنده ياك ولكن كاملين تنتفكروا ان بعد العسر يسرى. غضياق وغتفرجت ان شاء الله. الله كبير ياك. تقول لنا تفائلوا بالخير تجدوه. واخا تضيق تفائل بالخير غتلقى الخير. فاني اقرب اليكم من حبل الوريد. راني اقرب لك اقرب واحد لك. انا قريب لك بالجاف. دعيني وانا غادي نعاونك. دعيني وانا نعاونك. فاحنا هاد الناس كاملين اللي تيتفرجوا بلا ما نحتاج انني نقولها لهم كل شيء تيدعي معك. سبحان الله كل شيء بغاك فراسك انت اصلا شي حاجه زوينه انت. عرفتي علاش؟ تخيلي الناس تيبغاوك بلا ما يشوفوك. واش فراسك هادي يا زهرة؟ هذا دليل ان الله تيحبك. قال لك الله عز وجل اذا احب عبدا تيخلي الناس يحبوك. فهمتي؟ شوف ان شاء الله شنو راه شايطي لي ياك وتقولي لي راه فرجت وحسن من الاول وهاد الزهره اللي اليوم بدات بالبكيه المره الجايه تبدا بالضحكه. شوف ان شاء الله نقول لك واحد النصيحه ولكاع الناس اللي تيسمعوني. الا الضربه ما قتلاتكش الا الضربه اللي ضرب جيتي فيها وما قتلاتكش خاصها تقويك. ما تضعفش. ايه راه كان يقولها لي ما تعرفيش حدني نهار تنطيحو. شوف زهرة نهار تنطيحو تنوليو بحال البقرة تيكتلو علينا الجناوة
لا حد يفهمنا ولا حد يحس بينا ولا واحد يطبطب علينا، بالعكس تنوليو نقطة سوداء في عيون الناس. داكشي باش نهار التهديمة نوض وما تحتاجش للبشر. تعلموا عمركم تحتاجوا للبشر وتقولوا علاش وعلاش. الخير كاين في الله عز وجل، من غيره كذاب. ما تنتظروا من والو مشي بشر، انتظروا من الله. لأن البشر يعطيك اليوم درهم غدا يدر لك عليها. البشر يبغي ياخذ وما يعطيش. فلهذا نبغيو ريوسنا. أنا بزاف ديال الناس يلوموني وبزاف ديال الناس ينتقدوني وتنجيهم تكبر. فاش نقول لهم أنا تنبغي راسي، ماشي تنبغي راسي لدرجة ديال التكبر، إنما وليت تنبغي راسي، وليت تنعطي القيمة لراسي، وليت تنشوف وجهي في المراية وراضي على راسي. هذه هي اللي ما تيديروهاش بزاف ديال الناس. تنعطيو قيمة للناس، نقدروا الناس، نبغيو الناس، نحترموا الناس، ولكن احنا نفوسنا ما تنعطيوهاش قيمة. فوليت انا تنعطي القيمة لراسي وتنبغي راسي عاد الناس بكل صراحة. اللي بغى يشوفني متكبر يشوفها، اللي بغى يشوفني اناني يشوفها. مي ولا عندي حب الذات، حتى انت اللي تسمعني بغي راسك ماشي لدرجة ديال التكبر. بغي راسك وعطي القيمة لنفسك. ديما تنقولها في قاع لي لايف، نعطيك واحد الحاجة، بغي راسك الناس غتبغيك، تيق في راسك الناس غتيق فيك، احترم راسك الناس غتحترمك. بدا من نفسك. وديما تنقولها، إلا انت ما تيقش في راسك تتنتظر الناس تيق فيك. إلا انت وما حاملش راسك تتشوف وجهك في المراية تقول فيها شكي داير، تنتظر الناس غادي ترضى عليك. بغيو ريوسكم. شكرا لك زهرة على المشاركة ديالك، الله يفاجئ عليك دنيا وخيرة ان شاء الله المرة الجاية. مرحبا، ان شاء الله المرة الجاية تعيطيني لنا والضحكة في وجهك صافي ان شاء الله. كنتمنى لك المزيد من التفوق والنجاح. سي الله يفاجئ عليك. شكرا لك على بركة الله، على بركة الله. ندوزو القصة الموالية. قصة موالية فوالا. تنتوما لو بغيتو تدوزو معنا صيفطونا ميساج عبر الصفحة الرسمية بي ا دي اخ او اسباس اش اي ال ا ال اي. قبل ما نستقبلو الاتصال هذا، قبل ما نستقبلو هاد الاتصال، قبل ما نستقبلوا هذا الاتصال هذا، اسمح لي واحد دقيقة. كلشي طاقي شي واحد من عائلته من صحابه، اخوان كل واحد طاقي شي واحد من عائلته من صحابه، الله يجزيكم بالخير. مع الأسف راه وقع مشكلة، واحد السيدة راه وقع لها مشكلة بصراحة. كنا باغيين نطلع قصة الساحقة انا نسمعوها. واخا ندوزو قصة موالية، ندوزو شي قصة موالية. يلا اللي عنده قصة صعيبة كنتمنى نشوفك شي نهار شرف ليا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. اوكي نشوفو شي قصة. خويا بدر كنفكر في الانتحار. مرحبا اخويا، نعيطولك انت الاول ولا انت الاولى؟
اللي عنده قصة صعيبة اكتب لي بادر، انا عندي قصة صعيبة. اللي عنده قصة صعيبة يصيفط لي مساج في الواتساب. شوفوا القصة ديالي، بابا خرج ليا على حياتي. تسمعوا بابا خرج ليا على حياتي. السيد بغا يجي يفكر في الانتحار، هو اللي اتصل نعيطوا له. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مراي صحابني صحابني ولد. مرحبا بك. مرحبا بك اخويا بابا. شتي صافا؟ لاباس الحمد لله. امورك على خير؟ الحمد لله تمام الحمد لله. شنو الاسم المستعار اللي غتعطينا؟ اسماء. اسماء اسماء. واش عرفتي اسماء الكلمه اللي قلتيها اسماء ولا ما عرفتيش؟ عرفتها اخويا بدر. عرفتيها؟ عرفتها. باش توصلي لديك الكلمه ماشي سهل. واخا اخويا بدر انا تبلوكيت ما بقى لياش. واخا تفضلي يا اسماء. بقى لي الصبر. ما انت يا اسماء عاودي قاعده تشكي باش نسمع. كنت عايشه زوينه الحمد لله. كان الاب نتاعي تقاس بالسكر. تقاس بالسكر رجلو تأدات، حيدوا له رجلو. اللي بقات في عمري 5 سنين توفى الوالد نتاعي، بقيت بوحدي. عندي اخوتي 7 من الوالد، ما كيعرفوني لا كاينه ولا ما كايناش. بقينا عند زوجة الوالدة نتاعي، مشيت معاها، بقيت راجل الوالدة نتاعي كان كبير. انا اخويا بدر في عمري 8 سنين كنت كنشد راجل الوالدة نتاعي ندوش له. تخيلها، راه ما كايناش شي وحده اللي عادي ديرها. طفولة ما عشتهاش. فبالتالي بدا كيتقرب لعندي. هكا في الدوش ولا شي حاجه كيبقى يتقرب لعندي. فاش كنت كنجي نعاود الوالده نتاعي كتقول لي هي كتكذبي. وبقيت على داك الحال 5 سنوات وانا هكاك. وانا نغسلو، انا نعطيه كل شيء، بحال بقيت بحال تقريبا انا اللي تزوجت به ماشي الوالده نتاعي. فاش هكاك توفى، رجعت الوالده نتاعي. كان عندنا واحد البيت خلاه لنا الوالد نتاعي. فاش رجعنا ليلو رجعنا التكرفيس تمارا، بقيت نمشي نخدم في الديور في الصيف. هكا نقرا تجي الصيف نمشي نخدم في الديور. بزاف نتاع الحوايج اللي دوزت معاناة كبيرة. درت 18 عام تزوجت. داكشي اللي عانيت وليت عاوتاني كنعاني مع الراجل، الضرب، الجوع، التكرفيس، بزاف نتاع الحوايج. عمرني اخويا بدر عمرني نهار ابيض، اقسم بالله العظيم عمر نهار ابيض ما شفته في حياتي. وبقى حتى ساعة بقى كنقاصي. دابا المشكلة عندي ما كنقدرش نعاود الناس، ما عندي خويا ما عندي اختي اللي نعاود لهم، انا الوحيدة. ما كنقدرش نعاود لشي واحد يصدق يضحك عليا، نعاود بزاف كنبقى نخلي كل شي في قلبي. كنخلي لا عاود هادي يضحكوا عليا يمشيوا يعاودوا لشي واحد، هكا افكار نتي انا عندي. دابا حاليا عندي الوالدة مرضت بالسكر. تأدت في رجليها، درت واحد العملية. دابا تخيل كنطلب الناس باش كيساعدوني، كناخذ لها الدواء، كان بزاف نتاع الحوايج. بقيت انا هزا كلشي، طلقت، عندي بنيتها في عمرها 12 عام. ما بيدي لبنتي ما بيدي لما. كنا في الدار، جا الراجل بالي الدار وانا فيها، حتى كيجيو كيخرجوني البوليس. ما فراسيش ما فراسي ميتة، وتجاو خرجوا لي البوليس حوايجي.
تفكر يا بيت، كر يا بيت، انا وبنتي وماك وكان حتى الخدمه ما بقيتش نخدم. الطبيب كيقول له للوالده انت ما خصكيش توقفي على رجلك كاع، رجلها رجلها محلوله، حلولها رجلها ومطويينها من الداخل. دابا دابا الدواء كنمشي نرغب الناس نسلف باش كيعطيوني باش كنجيب لها الدواء، وحاليا عندها عمليه اخرى خاصها تولي تعاودها وما عنديش باش كاع. داكشي اش كنفكر في الانتحار، ما بقى ليش الحل. كنقول تبقى هكا كيتعذبوا قدامي وانا كنشوف، كنفكر في الانتحار. واش ما خدمتش خويا؟ خويا كنت خدامه، ولكن دابا الوالده ما كتوقفش على رجليها، كندير لها ليك واش كندير لها بزاف د الحوايج. الا خرجت انا نخدم راه ما كاين حتى اللي يصايب لها شي حاجه. هذا هو اللي خلاني نفكر في الانتحار، لان هي تويت بزاف. دابا في عمري 30 سنه تشوفني كتعطيني العمر بزاف كبر كبير، انا بنت 91. هذا هو المشكل أسمع. اللي عندي اخويا تويت بزاف. عرفتي فاش نقولوا الانتحار وتنرطوها واحد الكلمه اللي ساهله حاسبي اخويا، واش عارفه؟ عارفه باني لا انتحر شي ديريكت لجهنم، هذه كنا عارفينها ياك. عارفه اخويا، عارفين بان لا ديريكت لجهنم. هذا العذاب ديال الدنيا وشو كيداير؟ هذا العذاب غير ديال الدنيا، شو كيداير؟ كنت نتألم، هذا غير عذاب نفسي وعذاب جهنم. ولكن اخويا، ولكن اخويا بدر تلقى الوالده انت كتعذب وانت ما لاقي لها حتى شي حاجه. نسولك هذا عذاب ديال الدنيا، عذاب الاخره كيدير؟ مازال ما جاوبتينيش. شوف غير الدنيا هادشي ما تيساوي 0.001 من ذاك العذاب. عارفه خويا بدر، ولكن انا ظروفي دوزتها صعيبه بزاف. كنلقى الناس غاديين مع باهم، من باهم كيعطيهم باش يشريو بزاف نتاع الحوايج دوزتها. انا نهضر معاك شويه، انا نهضر معاك شويه ومن بعد نشوفوا الحل. اسمع ان شاء الله اخويا بدر. ها اسمع معاك اخويا بدر، حتى واحد فينا مهاني، لا انا لا هاد الناس، لا حتى واحد فهاد الناس مهاني. هادي خاصنا نعرفوها اخويا. واخا يلا هاد المره سمعيني ولو مره واحده بعقلك، مره واحده سمعيني بعقلك. واخا واخا اخويا بدر، مرحبا. هاد الحياه هادي حتى واحد فينا مهاني، وإلا جينا نحكروا على أي حاجة كنا غننتحروا، حتى واحد فينا ما غيبقى فيها. ولكن الحاجة اللي زوينة أننا تنعيشوا مع هاد الشيء وتنجعلوا من لا شيئا شيئا. هذه هي الدنيا، إذا بقيتي تتمعن فيها غتكرهها، ولا بديتي تتحكر على الحاجة غتبان لك خايبة. ولكن أحسن حاجة هي نتعايشوا معها ونجعلوا من لا شيء شيء. زائد ما نساوش، لا أنا لا أنت لهاد الناس كاملين، تنساوا تنساو بأننا رحنا غير في امتحان. كل واحد فينا حاليا راه جالس في واحد الطاولة وتيدوز الامتحان. ربما أنت الله عطاك السبب هذا وجعلك انك تكوني برا بامك باش تدخلي الجنه ديريكت. ربما ربي يجعلني هذا الابتلاء اني نسمع المشاكل ديال الناس ونخفف على الهموم وندخل الجنه. ربما هذه اللي ما عشتش مع باها وباها قاسي معاها وصبرات وقالت الحمد لله هو سبب باش تدخل الجنه. حنا غير في امتحان، حنا غير في امتحان، ولكن نتعايشوا مع هذا الشيء، نصنعوا من لا شيء شيء. فوق ما تقنطي اختي، غير اسمعيني اسمعيني، ماشي باش تردي عليا، اسمعيني باش شنو باغي نوصل لك. عرفتي انا فاش تنقنط؟ كنا تنقنطو ياك، كنا تنقنطو وتنضياقو، ولكن النهار تنتفكر راه غنعيش غير مره واحده ماشي الف مره. تنقولها كل نهار تيدوز من حياتي، بالعكس خصني نستغل كل وقت، خصني نعيش نهار بنهارو. تعلمت ما بقاش نحزن على حتى واحد، انا بحال شي باب محلول
اللي داخل مرحبا واللي بغى يخرج مرحبا. تعلمت نعيش ببساطة، تعلمت واحد زائد واحد اثنان مشي ألف. اللي بغانا مرحبا واللي ما بغاناش حتى هي مرحبا. ما غنقارش نفسي على ود شي حاجة، وما غنضرش نفسي على ود شي واحد. حتى الله عز وجل قالك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى الله سمح لنا بزاف ديال الحوايج، قالك إلا كنتي تحس بأنك دير كثر من جهدك ما ديرش كثر من جهدك. تعلموا تعيشوا ببساطة صاف. بالنسبة لماماك راه النملة وربي مكتب لها رزقها، شتي هذيك النملة اللي في الأرض واللي تحت الأرض وصغيرة رزقها راه مكتوب. تيقول لك الله عز وجل يا بني آدم، تنساو هذا الشيء كامل، يا بني آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعيا بخلقهم أي عين رغيف عيش أسوقه لك. خلق ربي السماوات والأرض، واش عرفتي شحال الأرض شحال كبيرة ولا لا؟ ورا الأرض راه بحال حبة ديال الرملة ما بين مقارنة بالسماء. شتي الأرض، شتي الأرض مقارنة بالسماء حبة الرملة، حنا بحال عايشين في حبة الرملة. وما عياش، ما عياش ربي بخلقهم، واش غيعي الرزق ديالك أختي؟ إنما كل واحد فينا تيعطي الأسباب، كل واحد تيعطينا تيعطي الابتلاء، كل واحد تيعطينا، حيت حنا راه جايين غير في امتحان. جايين باغيين الدنيا، شي نهار تنبغيو الدنيا تنساو راسنا. نسوا الله فانساهم انفسهم، تنبقيش عارفين، تنوليو باغيين غير الدنيا. الدنيا وانا ما عنديش الفلوس في الدنيا، وانا خاصني الدنيا، وانا فلان دار لي، وانا فلان فعل لي، وانا فلان. عيش لي دنياك، انا تنقول لك عيش لي دنياك كانك ستعيش ابدا. خويا ضحك، سافر، لبس، دير اجمل شيء. الله عطانا الدنيا دي نستمتع، استمتع، ولاخرتك كانك ستموت غدا. ما تنساش بان راه حنا غير في اختبار وانا نقابل وجه الله. شنو مقدمين دابا؟ موضوع تيجي بنا في موضوع، شنو مقدمين؟ زائد تعلموا تقول له الحمد لله. الحمد لله. انت اللي تتسمعني غنقول لكم واحد النصيحه، عندك مشكل مهما كانت الخيوبيه اللي فيه، مهما كان الالم اللي فيه، مهما دوك الحزن اللي دوزتيه، قل الحمد لله. الحمد لله. قل الحمد لله. عرفتوا علاش؟ الا عندك صحتك، واش عندك صحتك؟ قول الحمد لله. تنشوفوا ديما غير الفوق 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 الفوق، وتنساو بزاف د الحوايج. شوف شوف اللي قل منك، شو شحال من واحد باغي بزاف ديال غير النعمه اللي عندك. شحال من واحد ما تيشوفش، تيقول لك انا بغيت دوك المشاكل اللي عندك. اعطيه اعطيه دوك المشاكل اللي عندك، اعطيه واعطيه مشاكل ديال الدنيا كامل، يشوف غير ميمته، يشوف غير البحر، يشوف غير السماء وغير الارض والطبيعه، ويشوف ولاده، ويشوف خذ اعطيه اعطيه دوك الابتلاءات كاملين، ولكن غير يشوف. اعطيه حتى لواحد اخر مسكين ما عندوش رجليه، قطع ليه رجليه، نقول له واش نعطيوك المشاكل ولا تمشي على رجليك؟ يقول لك اخويا عطيني المشاكل وغير نوقف على رجلي. واش ما عارفينش بقيمه النعم اللي عندنا؟ عندك بزاف نعم غير في صحتك، الا عندك والله الا عندك كل شيء ما تقنطش، ما تقنطش. الا عندك صحتك، انا تنعاود نقولها لك، والله الا عندك كل شيء، مهما كان المشكل ديالك، مهما قلت لي بادر داروا لي فعلوا لي تركوا لي تألمت بكيت صرت الليل، عندك صحتك، عندك كل شيء. حتى حاجه ما تستاهل تقلق عليها، تقلق غير خانتك صحتك. هكا انا تعلمت الا خانتني صحتي هي فين تقلق. اما حتى واحد في هاد الدنيا مهما كانت الخلق ديالو هنايا في هاد الدنيا ما يستاهل دمها من عينيك، حيت انا ما تخلقتش في هاد الدنيا هادي باش نقارن نفسي على ود شي واحد يضرني ونبكي عليه ولا نتألم على شي واحد. مليون ديال لي ميساج تيوصلوني، مليون 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 ميساج يمكن وصلني على هذا الموضوع. واحد بادر انا فلان دار لي،
فلانة هضرت فيا، فلانة فعلت ليا، فلانة أخويا غدرني، فعل لي، ترك لي. أنجاوبك بواحد مازال تيفكر فيك فلانة؟ لا، وتتفكر فلان ضرك، وتتفكر في واحد إنسان ألمك، وهذاك اللي هضروا فيك داروا فيك. كن ما شئت وكون كيما كنت، الهضرة غتكون فيك غتكون فيك. حنا تنتعاملوا مع البشر ماشي ملائكة. شوفي الا بغيتي تسحب كاد الناس اللي تنتعاملوا مع ملائكة، انا معك، وراه تنتعاملوا مع بشر. مهما كان، كون فقي ديال الجامعة الشريف راه غيهضروا فيك، كون تضرب الطاسة غيهضروا فيك، كوني خارجة للطريق تيهضروا فيك، كوني دايرة النقاب غيهضروا فيك، كيما كنتي غيهضروا فيك. انا مجرد غنقول لك كلمة واحدة، عارف راسك اش تسوى، وقولوا فيا اللي بغيتو. تيجي عندي انا بنادم مرا قال فيك فعل فيك بنادم، من بعد نقار راسي وندر راسي على قال فيك ما انا عارف راسي اش نسوى. انا عارف راسي، قال لي خايب وانا عارف راسي، قالوا لي انت متكبر، انا عارف راسي. علاش نهتم بيه؟ تعلموا هكا. علاش نقول لك بغي راسك وعطي القيمه لنفسك، فهم راسك وانت الاول، قدر راسك انت الاول، وتعلم تقول الحمد لله. شنو قلنا؟ الله عز وجل، الله حلف بالعزه ديالو والجلاله ديالو. اسمع فلان، اختي، اخويا، الوليده، الله حلف بالعزه والجلاله ديالو، وعزتي وجلالي اذ رضيت بما قسمته لك. راه الله حلف بالعزه ديالو والجلاله ديالو، الا رضيتي، الا رضيتي بالابتلاءات، الا رضيتي بالفقر، الا رضيتي بالهم، الا رضيتي ورضيتي، ارحت قلبك وبدنك وكنت عندي محموده. غنريح قلبك وبدنك وغتكون عندي من الناس المفضلين. الا عطيتك الابتلاء وعطيتك ما نعرف شنو وقلتي الحمد لله، ارحت قلبك وبدنك. لحق، جربها جربها، رغم الهم اللي عندك قول الحمد لله. شو جات تفرج عليك ولا لا؟ انا نتحداكم، تنتحدى اي واحد قالها من قلبه، والله الا غنتحداك انت اللي تتسمعني، تنتحدى واحد يقول لي لا الله ما استجبش ليا، انك عطاك شي هم، عطاك شي ابتلاء وقلتي من قلبك الحمد لله رضيت بقدر الله. من قلبك، ماشي ديك لا، من قلبك، هذا قدر الله راضي به الحمد لله، فانا احسن بزاف، ما نساجني عام الله كاملين الحمد لله. انا نتحداك الا ما تفرش همك وريح قلبك، انا تنتحداك تعلم تقول الحمد لله. مهما كان اليوم ظلام غدا غادي يولي نور، مهما اليوم اسود غدا غادي يولي ابيض. تفاءلوا بالخير تجدوه، وإذ يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. ما تنساوش هذا الشيء، راه الرحمن، فإني أقرب إليكم من حبل الوريد. ما تنساوش شنو قلنا اللي ما رضاوش، اللي تيقولوا علاش يا ربي وانا لا، وانا ما خاصنيش هاد الشيء يا ربي، وانا ما باغيش هاد الشيء يا ربي. شوف فلان وشوف فلان وشوف فلان، وفلان عنده، وفلان عنده الفلوس، وفلان عنده الصحة، وفلان عنده. وإذ لم ترضى بما قسمته لك، شوف وحلف الله بالعزة ديالو والجلالة ديالو، عاوتاني، وعزتي وجلالي، إذ أنت لم ترضى بما قسمته لك لسلطت عليك الدنيا. عشينا مشى تسلطات علينا الدنيا، تنوليو تالفين ما فاهمينش شراسنا. لسلطت عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ولا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. ما غيكونش لك داكشي الكتير، داكشي اللي قسمت لك أنا، ما واخا تعيا ما تدير ما تفعل، سير ما نعرف فين ما تسافرش، سير حتى لاوروبا. الناس اللي تيقول كنمشي لاوروبا وغنلقى الحل، الا ما رضيتيش بقدر الله، داكشي اللي قسم لك الله هو اللي غيكون عندك. فتعلموا انكم يقولوا الحمد لله. شوف الخزائن ديال بنادم تتنفد. سميتك اسماء ياك؟ انا نعطيك اليوم ياك، وغدا يعطيك واحد، وغدا واحد النهار كنا غنعيو ونقولوا بركه، ولكن اللي طلبنا من الله عز وجل خزائن الله لا تنفد. قالنا الله عز وجل
لو اجتمع أولكم وحاضركم وغائبكم وإنسكم وجنكم وأعطيت كل واحد منكم ما يريد ما نفد من خزائن سوى إبرة غمست في بحر. من هبدا الخلق ديال الله عز وجل اليوم القيامة نبداو نطلبوا في كاع الأمنيات اللي تعليك على دماغك كاع الأمنيات هذوك المستحيلات بغيتي يسمحي لي نكمل لك كاع دوك الامنيات بغيت بغيت الماكله تاع عليا من السماء بغيت نمشي لاوروبا ونرجع بغيت نمشي للمالديف كاع داكشي اللي تتمناه كاع داك الانواع ديال الماكله تتمناهم اللي من اي حاجه طاح لك في دماغك تكون حاضره كنا من نهار بدات الخلق حتى لدابا بحال شي ابره رميتيها في البحر ولكن الله عز وجل الله عز وجل تيديرنا الا وفيها حكمه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. بعض المرات القلب يريد احنا كاملين كاملين القلب يريد بعض المرات تنبغيو بزاف ديال الحوايج القلب يريد والله يفعل ما يريد. عرفتي علاش انا بعض المرات تنبغيو بزاف ديال الحوايج ربما يتعلق قلبك بشي انسان ولكن الله تيبعدك عليه انت في الداخل تقول لا بغيتو ولكن الله يعلم ما لا نعلم. الله تيعلم بان ذاك الناس ما فيهمش خير. بعض المرات نقول لكم اي حاجه خرجت من حياتك قل الحمد لله مهما كانت الجمال ديالها مهما كانت العظمه ديالها مهما كان حبك ليها قل الحمد لله لان الله يعلم ما لا نعلم. الله تيعلم داكشي اللي ما تنعلموش. ربما واخا واحد السيته تحماق عليه وتيحماق عليك ولو كنت جوجتي ما كانش غيكون فيه خير. ربما كان جاك شي سفر وربي عكسولك ربما كان درتي شي حاجه في الطريق. فالله يعلم ما نعلم. ما تقنطوش على الاخوان ما تقنطوش من رحمه الله رحمه الله واسعه. واضحك شوف ضحك ضحك والله تضحك والله ما اسمح لك الا ما ابتسمتيش. ضحك راه مولاها ربي راه ربي رحيمها اخويا تعيش غير مره واحده كون كنتي تعيش ألف مره نقول لك بكي اليوم وحزن هذا العام وحزن هذا تتموت ومنين تعاود تحيا عاوتاني فرح تعيش غير مره واحده. الدنيا زوينه الا بغيتي انت تشوفها زوينه حاول تكافح. شوف ما غنلقاوهاش بالسهل ولكن اللذه ديال الحاجه هي منين تتكافح عليها. مشى زمان ديال الامنيات. شوف كافح غتوصل خدم غتوصل آمن غتوصل هكا. أما باش تكون تنجالس وتتنتظر الحاجة دي تجي عندك من مراجي عندك وخصوصا السعادة. الناس اللي تيسولوني عن السعادة اسمعوني اسمعوني السعادة ما عمرها تجي لعندنا. عمرك تكون جالس بلاصتك والسعادة تجي لعندك. سير قلب انت على السعادة سير قلب على الحاجة اللي تكون فرحان فيها الحاجة اللي تكون ناجح فيها وبيان سور اي حاجه تكون ما تتخدمش الله فيها خير توكل فيها صافي. يلا ضحك يلا ضحك والله يضحك انت اللي تضطري فيا خالتي بحال حسيت شي واحد يهركم ضحكوا انا يجي غير مره واحده انتم جالسين انا تغبنوا غير مره واحده ضحك مولاها ربي واخا تبغي تفتي الرقم ديالك شي واحد الا بغى يعاون ماما كل شي حاجه اسمع واخا خويا فتيها واخا خويا فتي الرقم ديالك 06 70 15 06 09. عاودي فتيها عافاك شي واحد يكتبها باش اللي بغى عيد شويه بلاتي ما تسمعوكش عاودي 06 70 70 15 06 06 06 09 09 فوالا اللي بغى يعاونها هو الرقم ديالها. نتمنى الله عز وجل ندعيو لماماكم بالشفاء كلشي دايما تضحكوا ان شاء الله كلشي دايما ماما بالشفاء ان شاء الله الله يشافي لك ماماك ان شاء الله. شكرا اخويا بارك الله حتى بينك وبين راسك عمرك تعاودي تقولي ديك الكلمه سامارش ان شاء الله نسهلهم ديك الكلمه ديال جهنم ديال غير انتحر ولكن اخويا بدر اختي تتسمعيني ما كاينش شي حاجه وراها ولكن اللي خالقك ما ناسيتش وانت حد الان مازال ما تقوليش الحمد لله
نهار تقولي لي بدر الحمد لله وغتفرج ان شاء الله وهادشي من... نهار تحيدي ولكن نحيدوا الاعذار. الله عز وجل شوف تبغي الانسان يكون ايجابي تفائلوا بالخير تجده وتفائلي بالخير مهما كان مهما كانت الضغوطات اللي عليك. الله يسهل لك اسماء الله يفاجئها عليك. امين ويا شكرا بارك الله فيك اخوي. بالمناسبه بالنسبه للناس اللي باغيين ينتحروا سمعوا هذه القصه هذه واحد القصه زوينه بزاف. الناس اللي فشلوا في الحياه والناس اللي تيفشلوا والناس اللي شوف هذا كان واحد السيد بسبب واحد الحب بسبب حب كان خدام كان بخير بسبب حب السيده اللي كان تيبغيها خانته وجابت بحالاتها فبسبب ذاك الحب انكسر قلبه وكره الدنيا وما فيها ولا تيكمي ويشرب ويلعب القمر وصافي حتى جاء الافلاس والسيزي وكل شيء اصبح من الناس ديال الشوارع هذاك الناس اللي تيكونوا في الزنقه في برا ولا انسان ديال الشارع حتى هو قال من نفس هاد الهضره اللي تتقولوها تنشوفوا بعض الناس ماشي انت كل شيء قال ما بقات عندي حياه لا عائله لا حبيبه لا مستقبل لا والو ما بقى عندي حتى شي حاجه فانا نموت فاشل مش اشرب الادويه ولي حسن الحظ ديالو فاش مشى للسبيطار عتقوه وفاش عتقوه شنو قال مع راسه قال ربما الله عز وجل عطاني واحد الفرصه في نغير حياتي واخا انا غنغير حياتي داكشي اللي كان مشى تيخدم وتيكافح وتيجمع الفلوس ولا واحد الانسان اللي زقرام وتيجمع غير الفلوس 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 صاب مشروع ديالو ومن داك المشروع ولا مقاول ومني ولا مقاول حتى ولا ما عقلش واش كخوا في كندا ولا ما نعرف ولا اكبر مقاول في ديك الدوله ولكن تخيلوا كون مات كان غيموت فاشل وغيعيش فاشل بعض المرات الله عز وجل تيكون مخبي علينا بزاف ديال الحوايج الكذاب ولكن حنا من الضعف ديالنا تنقنطو تنقول لا وحياتي عمرك تقنط ربما ربي مخبي عليك بزاف ديال الحوايج والشيطان تيوسوس لك باش ما توصلش ديك الشيء راه تضيق راه شنو قلنا الله ان بعد العسر يسرا خلي هاد الامل ديما عندك ربي ما قالناش بعد العسر بعد اليسر عسر بعد العسر يسرا راه غتضيق وغتفرش فاش غنقول لكم تنتوما لو بغيتو تعاودوا القصص ديالكم صيفطوا لنا ميساج عبر الصفحه الرسميه بي ا دي اخ او اس باس اش اي ال ا ال اي كتب القصه ديالك مع الرقم ديال الهاتف هاد لاباج اللي دايرين فيها الله بطبيعه الحال غادي نديروا واحد الحاجه زوينه توحشتوها يلا شنو هي اللي عرفتكم ذكيين يلا انا عارف معايا واحد الناس ذكيين يلا الناس ذكيين تخيلي هاد اللايف هذا والله الا انا فخور قال لك ما دايرش سماع مجمع فاش يتجمعوا شي مجمع شي مجمع تبقى نذكروا في اسم الله ودائما اسم الله فتحيطنا الملائكه والسكينه وتنديو الاجر شوف هنا تنسمعوا لبعضياتنا تنعاونوا بعضياتنا وتنديو الاجر ولايف تيسمع ليه الكبير والصغير وبلا ما نحشمه الكبير والصغير وباحترام تخيلوا 4600 في هذه اللحظه وما كاينش كلمه ديال تخسر الهضره فدائما فاش نكون بوحدي تنقول يا رب لاقينا غير بولاد الناس والحمد لله ربي لاقاني بولاد الناس ف دعاء صافي حفظتو صافي مازال ما نسيتوش لا لا شتي نتوما احبكم في الله سي الله يفرحك 060-07-20 اللي بغى شي دعوات بطبيعه الحال دابا غادي نديروا الاصوات الحقيقيه بالنسبه للناس ديال المشاكل راه ما نسقوا حتى شي اتصال ديال شي مشكل غدا ان شاء الله غدا اللي بغى يدوز معايا صيفط القصه ديالو ان شاء الله 060-07-20 عبر الواتساب 060-07-20 عبر الواتساب اللي بغى الناس تدعي ماشي دعوه ديال الخير في هذه الليله هذا تخيل يديو معاك 4000 واحد تخيل يديو معاك 4000 واحد في هذه اللحظه يلا 060-07-20 اللي بغى الناس تدعي معاه تخيل والله الا هذا اللايف هذا اللي بغيه
كون غير ردوا بالفلوس. والله الا غير كون غير رديتو بالفلوس. عرفتي باش يدعيو معاك هاد الناس هادي كاملين راه تخلص الفلوس وما تلقاهاش. على بركة الله نردو الصوت الحقيقي. فوالا الاخوان كاع اللي غادي يطلعوا معايا دابا راه أصوات الحقيقية ديالهم. عندك شي واحد يجبد شي مشكل ولا يقول لك فوالا بغيت نعاود القصة ديالك انا فلان ولا شي سميات. فعلى بركة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. سي صافا. وعليكم السلام. لاباس عليك؟ الحمد لله. كدير خويا بعض؟ الحمد لله. الله يحفظك. الله يحفظك. عرفتي بعدا شنو غنديرو دابا ياك؟ وي شنو غنديرو؟ ما عرفت ما كنت كنصوني عليك ما سمعتكش مزيان ما ما كنتيش تسمعي الله يعيب. ماكش جيتي تسمعي اللايف. هو دابا راه عندك راسوسك الحقيقي. شنو الناس باش تدعي معك دابا باش بغيتي الناس تدعي معك؟ الو 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 وي خويا بدر. قلت لك دابا واش خويا بدر ياك؟ بدر اللي معك. راه حبسنا القصص ودابا قلنا الناس اللي بغا شي يدعي ويطلع معانا. لا بغيتي الناس تدعي معك فشي حاجه اختي واخا دوزو الناس اللي بغاو يدعيو. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. اختي صافا لاباس عليك؟ صافا لاباس الحمد لله. انتي مزيان؟ الحمد لله يرحم يمك. كيف عامله عزيزاك؟ ها الو لاباس الحمد لله. انتي انتي شماليه ياك؟ اه. كيف عامله كيف عامله الترامبيه البومبيه شنكلا النبيره لاباس عليهم؟ كلشي مزيان. ربي ما سلمي لي على عزيزك. الله يحفظك. الله يحفظك يكبر بك. الله يحفظك. شو اسمي ديرك؟ مزيان بعد ما بلعتي والله الا فرحنا والله. الله يكبر بك وينور لك طريقك. شو اسمي ديرك؟ الو الو مشات لها الكونيكسيون. مشات جيت النبيره وهي مشات لها الكونيكسيون. شحال شمالي معنا هنا في اللايف؟ يلا انا نتوما الشمالين. اختي تسمعيني؟ رجعت الكونيكسيون. رجعت لك الكونيكسيون. مرحبا. شو السمية ديالك؟ رجعت. شو السمية؟ أمينة. شنو السمية؟ أمينة. أمينة من بلاصة؟ أمينة. طنجة تطوان شنو؟ طنجة. مرحبا بالناس ديال طنجة نورتونا. أمينة باش بغيتي الناس تدعي معاك؟ دعي معايا يدي تشافى إن شاء الله يا ربي. يديك تشافى تضرك؟ مريضة؟ عملت على العملية واحد الصباح تقطع لي. والله يشافيك يا رب ويعافيك ونور لك طريقك. امين يا رب. اجي نقول لك امينه بالمناسبه خاصك شي فليسات ولا والو؟ وي هذا الزهر امينه صراحه والله يعطيك كل من ويتيه في خاطرك. الو السلام عليكم. قليب قليب. اختي صافا؟ اختي ما تسمعوكش ما تسمعوكش ما تسمعوكش. كيفاش الحمد لله. شنو اسمي ديالك اختي؟ زين من تازا. زين منين؟ من تازا. مرحبا بالناس ديال تازا. باش بغيتي الناس دايما هكا زينب؟ شكرا اخويا بزاف توحشنا كلها. والله الا تي انا خلي داك الجمل راقد ما نجبدوش الموازين لانني والله الا توحشكم. شكون اللي ردني من غير هذا الوحش هذا؟ شكون اللي ردني ليكم؟ ولكن نقول لكم واحد الحاجه. شكون عرفتي السبب الرئيسي باش رجعت؟ دعيو معايا الامهات اللي في اللايف لانهم السبب باش رجعت. لولا الامهات والله ما نرجع. نكذب عليكم كون ما كانوش الامهات والحب ديال الامهات ما كنتش نرجع. باش عرفوا الامهات راه تشفق ريوسنا. واخا باش بغيتي الناس تدي معاك؟ اللهم امين. باش بغيتي الناس تدي معاك؟ بغيتك تدعيو مع ماما مريضه شويه تدعيو معايا. واخا واخا الله يشافي ماماك ويعافيك ويخليها كتشوف تشوف ولاد وليداتك. كنتي باش بغينا ندعي باش بغيتينا ندعيو معاك؟ اي حاجه كلشي خاصك. والله يعطيك الفلوس والله يعطيك عقل والله يعطيك راجل ويعطيك وليدات ويعطيك كل حاجه فيها خير. امين يا ربي. الراجل كاين غير هو ما كاينش هنا. هو الله يجمعك معاه. مجوجه بعدا؟ لا يلا خاطبه كان عندي العرس دابا مي فاش زدوا المطارات ما بقاش يجي. يا ربي اخنوش يسمعنا ويحلينا المطارات باش يجي يتزوجك ان شاء الله.
نعل الله يتسهل لينا. ايوا الله ييسر لك يا رب. الله يفتح لك الباب الخير. يلا اخويا السلام عليك. مرحبا. شنو هي المدينه؟ اجي نشوف شكون هي المدينه اللي مكتسحه هذا اللايف هذا اكثر مدينه تتبع هذا اللايف باستمرار. يلا. وهي اللي غدي احسن مدينه في هذا الاسبوع. كل اجي نديروا هذه اللعبه هذه. المدينه اللي تتبعنا بزاف هي اللي تدي اللقب ديال الاسبوع احسن مدينه في هذه السيمانه هذه. الله يرزقك الدريه الصالحه بنت هذه الكلمه. ديما الدريه الصالحه. الله يرزقك الدريه الصالحه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. شوفي الله شوفي الله شوفي الله. ها لاباس اخويا بدر؟ الحمد لله انت صافا بخير. لاباس الحمد لله. هادشي اللي مشى شافك باباك اش هضري في هاد الليل اش غيدير لك؟ ياك خايفه منه بعدا. ياك باباك مش تهضري بشويه ياك قولي. لا لا عادي نورمال. وما كنت تهضري بشويه. ها باقي حال اللايف ورحنا في اللايف اخشي. انا ما بغيتش دايما واخا باش بغيتي الناس. شنو سميتك بعدا اخشي؟ دريم قاد دريم قاد دريم قاد. راه عندي شي ناس تيعيبوا على هاد الهضره هادي في راسك. راه عرفتي العدو ديالهم هو شي واحد تيبدي يكون بشويه وداك تيهضروا بهاديك. ياتا راه عندي شي ناس هنا راه ما تيعجبهمش هاد الاسلوب. مرحبا شو اسمي ديالك؟ شو اسمي ديالك؟ فاطمة. عرفتي ملي قلتي فاشيز تعبتي يا اش ملي قلتي فاشيز تبعك كنتي كثر. سميتك فاطمه الزهراء ولا فاتي؟ كتبين لك في الحاله المدنيه فاتي. كتبين لك فاتي في الحاله المدنيه فاطمه. هكا قولي لنا فاطمه. واخا فاطمه من اين مدينه؟ انا وجده. مرحبا بالناس جوج. باش بغيتي الناس تديه معاك من التالي قبل ما يدعيو فيك؟ سير هاد الخير. والله يسهل عليك والله يفتح عليك ويا ربي توليت بقيت تهضري مقاد. قولوا امين. يا ربي توليت بدات تهضر مقاده بحالها بحال سائر البشر. والله يغنيك اختي والله يسهل عليك ويفتح لك بيبان الخير والله يعينك. مازال ما مزوجاش؟ لا لا باقي. والله يسهل عليك والله يزوجك والله يغنيك صافي. امين. مرحبا. ديزولي ديزولي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام خويا بدر. اختي صافا لاباس عليك؟ الحمد لله خويا كيداير انت؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك اختي الله يسلمك. وحشناك. وانا كذلك. وانا كذلك وانا كذلك والله. الاخوان لاحظوا شكون هي المدينه اللي كثيره معنا في اللايف عافاكم. المدينه اللي كثيره معنا ديك المره ما انتبهتش. شنو الاسم ديالك؟ شنو سميتك وفين تسكني؟ سميتي فوزيه. مرحبا فوزيه. فوزيه من اين مدينه؟ المحمديه. مرحبا بالناس المحمديه. باش بغيتي الناس تديه معاك؟ تاع معايا خويا انا مريضه شي 6 سنين دابا هادي. باش مريضه؟ كان عندي الدم كبد في المخ ورقد عليا نص سنين من كله. نتقاد الفراش ما كانوش دابا شويه الله وليت كنتحرك. تيقول لك 40 الحمد لله استجابه كلشي داير معاه من قبل. اخويا 6 سنين وانا الاطباء وانا والو باقي ما كاين والو الحمد لله على كل حال. الحمد لله اخوان كلشي داير معاه بقلبه قبل ما نديو معاها بلساننا وفهمنا كل واحد يدعي معانا بقلبه. سير شوفي فوزيه. نعم اخويا. الله يشافيك ويعافيك. ربي يعينك. وترجعي ان شاء الله احسن من الاول. وتجي عندي حتى الافران وانت واقفه على رجليك وبصحيحتك وتقولي لي جيجي واش عقلتي عليا انا النهار عيطت ليك وكذا. نقول لك ها ويقول لي انا راهي فوزيه ديال المحمديه. ربي يستعجب ان شاء الله تفرحينا بهذا الخبر. والله يشافيك يا ربي. امين اخويا. ضروري معنا ناس انا من اطيب خلق ضروري ربي يستجب لشي واحد فينا. انا راه معنا غير ولاد الناس هنايا في هذا اللايف ما شاء الله كلشي تيدعي الحمد لله. والله يشافيك الحمد لله. وشوفي رغم كل شيء ضحكي ضحكي رغم كل شيء. الحمد لله. انا
انا في هاد السيده اللي قالت بغات تنصح راه كتبتها لها في كومونتير. انا داكشي اللي دز عليا ماشي ساهل، غير ما كنعرفش نعاود. وكملت عليا هاد المرضى، كنت بخير وعلى خير وخدامه وكل شيء. جاتني هاد المرضى ليله ونهار، صح صبحت ما لقيتش النوض، وكنقول الحمد لله، وكنعافر وكنوض وكنحاول نحل مشاكلي وكنضحك قويه ان شاء الله. كنكونوا كيجيو ليا وكضحكي، نقول لهم انا كنضحك في وجه دوك الناس اللي جاوا شافوني، انا خصني نضحك في وجههم. الحمد لله على كل حال، الحمد لله عليك. برافو عليك، والله يفازيها لك دنيا واخره. ما شاء الله كلشي تيدعي معاك بقلبه، حسيت بكلشي تيدعي معاك بقلبه. الله يفازيها لك افو سي يوسف. مرحبا. امين اخويا، شكرا لك افو سي اختك اخويا، شكرا لهذوك الناس كلهم، راه عائله واحده ما شاء الله. احنا كنا عائله. الله يحفظك. والله الا بغيت دوك الناس اللي تيطلعوا في لي لايف وتيقولوا العائله وكذا، والله الا حنا اللي عائله قسما بالله. عمركم شي لايف تبدا يدعوا الناس هكا؟ والله الا حنا عائله بالله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اختي صفا، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله اخويا بدر. شنو السميه ديالك اختي؟ كريمه. كريمه من من اسبانيا جو كرواياك؟ اه. باش بغيتي الناس تدعي معاك كريمه؟ انا اخويا بغيت ماشي الدعوه ديالي، انا بغيت اختي ديالي يدعو مع الاخت ديالي بالذريه الصالحه، لانها واقف يعني الراجل ديالها بغى يتزوج عليها لانها ما تتزوجش. شنو السميه ديالها؟ شنو سميتها؟ سميتها فاطمه. فاطمه؟ فاطمه. فاطمه كلشي دير مع فاطمه بالذريه الصالحه، صلي رزقها الذريه الصالحه. شي كانوا طراو بزاف ديال المواقف، وهنا الناس راه عاقلين على هذه القضيه. كانت واحدة يمكن شي 12 عام ما ولداتش، وكانت واحدة يمكن شي 5 سنين، ووحدة حتى واحدة أخرى، وين شي ثلاثة د المواقف ولا أربعة ما عقلتش بالضبط. سبحان الله أن في نفس الشهر اللي طلعوا معايا في اللايف عيطوا لي وقالوا بأنهم حاملين وكاين اللي ولدات. فنتمنى إن شاء الله واحد الأخ ديالك تكون ضمن هاد الناس هادو. وكذلك إن شاء الله فكرتيني واحد البنيته ديال خالتي خديجه، حتى هي الله ييسر لها من طنجه، بنيتها حتى هي لها رزقها الدريه الصالحه. والله يفرحكم اختي، والله ييسر لكم ويفتح لكم باب الخير. امين اللهم امين. اللهم امين. شكرا اختي خديجه، ما نسيتكش، سير الله يفتح لك خالتي باب الخير وينور لك طريقك. واحد السيده من اطيب خلق الله من طنجه، فريمون من اطيب خلق الله. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم اخويا صافا، لاباس عليك؟ كيداير اخويا بدر بخير؟ هاني كلشي مزيان والله يحفظك اخي. شنو سمي اخويا؟ سعيد من بير جديد. سعيد من بير جديد. سعيد من بير جديد، مرحبا سعيد. شوف وي اخويا، والله ما نسمح لك الا نسيتي شي حاجه ما بغيتيش الناس تضيف معاك فيها. ما نسمح ليكش. بغيت اخويا الشفاء. الشفاء الاول، والله يشافيك. امين يا رب. غدا اخويا بغيتك اخويا غدا نصوني عليك ان شاء الله. دير غدا اللايف ياك. غدا ندير لايف ان شاء الله. ان شاء الله نصوني عليك، عندي واحد القصه ديالي بغيت نعاودها لك. شوف الناس اللي يطلعوا غدا من اللايف، حيت قبل هضرنا انا واللي زادمين، غدا يطلعوا من لي ميساج. حاول تصيفط لهم ميساج، حيت هما اللي غيعطيوني النوامر. حاول تصيفط ميساج في الباج وراه غادي يجاوبوك ان شاء الله. ودابا استغنى الفرصه دي دعي. واش اصاحبي شنو خاصك اخر؟ الفلوس؟ الخدمه؟ بغا ندير واحد العام مقطع عليا رجلي اخويا. والله ييسر لك اخويا، والله يفتح لك بيبان خير. باقي باغي ندير واحد العمليه واش الدواء خاصني الدواء فهمتي؟ وشحال من جمعيه صيفط الجمعيات صيفط شوف تي في شحال من حاجه شحال من برنامج صيفط لي هو انا ما كيجاوبنيش واحد. شنو العمليه ديالها؟ اش اللي خاصك؟ باغي نحيد واحد العرق ديال دابا قطعت رجلي، وبغيت نحيد واحد العرق من رجلي. والدوله شنو ما دارتش معاك والو في الدوله؟ ما كاين اخويا والو، راه درت عمليه دابا راه خسرت شي واحد تقريبا واحد 5 مليون اللي خسرت قطعت رجلي. وبالنسبه لي ما تمشي للدوله وتحاول معاهم في الدوله والو؟ عيشي معاهم والو اخويا، عيش اخويا والو، ما كاينش اللي عقل عليك اخويا. عندي راه ميد، عندي راه ميد، عندي كل شيء، ولكن ما كيعقل لك شي واحد. انت شفتي النمره ديالك اللي كان شي واحد من الناس ديال بير جديد ولا شي حاجه؟ راه شفتي النمره ديالك؟ زيرو
16 والله يسر لك اخويا والله يفتح لك باب الخير والله يغنيك ويعطيك كل منوتي في خاطرك اخويا امين يا رب والله يشافيك ان شاء الله الله يشافيك يا اخي امين اخويا شكرا لك شكرا لك لا اله الا الله كيف نلقاك يبغى انا سنعاود نقولها لك اللي عنده صح شو عند الدنيا وما فيها وتقنطوش غنشوفوا لي كومونتير ما بلاشي شكون مدينه اللي شتوها معنا كثيره الاخوان صراحه كنا خاصنا كل شيء واحد حسب لينا باش نسميوها احسن مدينه فهاد السيمانه 0002 0780 20 هذه النمره ديالي نمره الواتساب ولكن راه نسيت سالي الله ما تبقاش خدامه حيت بزاف الناس يقولوا واش ما تجاوبناش متكبر يا صاحبي والله ما نقدر نجاوب داك الشيء كامل يلا شكون هي المدينه اللي اسبانيا غرناطة تحيا الناس ديال اسبانيا من اسبانيا غرناطة تطوان طنجة 06 02 07 20 هادي هي المرشي الله يسر لراجلك اخشي الله يكبر بيك الله يحفظكم شكون هي مدينة الاخوان اللي كل واحد يكتب سميتو مدينتو لا شكون المدينة اللي ولا نديروها دابا شوف في دقيقة غادي نحسبها بالضبط ياك في دقيقة كلشي يكتب المدينة ديالو غنشوفو شكون هي المدينة اللي غادي تديها معنا في هاد السيمانة أحسن مدينة في المغرب وناس أحسن وحدين يلا اللي غاديها هاد السيمانة هادي طنجة نبداو من طنجة أكثر طنجة كاينة طنجة اه يا وير تيطوان شنو هذه قول اخي قول النمره بشويه 06 02 07 80 20 دايو مع صاحب الشيب دريس الله رزق الدولية الصالحة طنجة الرباط تيطوان تحية من الامارات تحية ناس الامارات برشيد طنجة اه يا وير الشمال الشماليين صافي منين نتوما انا غادي نزيدكم كادو غادي نولي نهضر بالشمال يا كادو من عندي هاد السيمانه كامله واخا نحاول نجرب راسي نهضر بالشمال نشوف احترام الناس ديال الشمال مادام هما اكثر وحدين الشمال اكتسحوا صراحه براو على الناس ديال طنجه احسن مدينه مغربيه لهاد الاسبوع هي طنجه اليوم مالها والسيمانه الجايه الاخرين غيبقى تعفروا مابقاش تكتبوا مدينتكم ايوا ماشي نقول لكم المهم نحاول نهضر بالشماليه شني ماشي نقول لكم ربي ييسر لكل واحد فيكم ويعطيه كل ما تمنى في خاطره الله يحفظكم يلا نزيدو نستقبلوا واحد شي ناس اخرين يسمعوا الدوي ودير ام الولا الو السلام عليكم الو السلام عليكم الو اختي صافا لاباس عليك صافا لاباس عليك اختي حبسي اللايف اختي حبستو شنو سميه واين مدينه خويا انا من الصحراء اين بلاصه في الصحراء واحد الاقليم سميتو اساس زاك قريبه من موادنون قريبه من موادنون الصحراء شنو هي بعدا مغربيه بطبيعه الحال انت صحراويه والصحراء مغربيه ياك ولكن مراكش نيت والله ما سمعتش شنو قلت لك خويا انا صحراوية ومزوجة في مراكش ما شاء الله تهي صحراء مغربية شوفي مادام انتي صحراوية باش بغيتي الناس تدعي معاك باش ما بغيتي الناس تدعي معاك بغيت ندعي ليا خويا غير مع ميمتي فيها واحد راك عارف الظهر والمشاكل ديال العمود الفقري وبغيتهم يدعوا ليا معاها الله يسهل عليك الله يشافيها يا رب ويعافيها امين يا رب الله يطول عمرك ان شاء الله واش انت باش بغيتي ندعيو معاك
انا ادعي معايا غير حتى انا بالشفاء. الله يسافيك اخي كازي. يطلق الله استراحي ان شاء الله. قولي لي الله يفكك. وشوف لي شوف شوف غادي نقول لك واحد الكلمه زينه بالصحراويه. ها غنقول لك وني بيك ويا وني بيك قباله. وهترجمي لينا هادشي اللي قلتي وني بيك. كيف ما كتفرج على الناس حتى انت الله يفرج عليك الله يعاونك ان شاء الله وكل واحد الله يعاونه في هذا. اللهم امين. الله يرزقك الله يرزقك والله يغنيك ويعطيك كل من اللي تيفخر. امين يا رب امين امين حتى انت الله يسهل عليك ويطول عمرك ان شاء الله. الله يحفظك الله يحفظك اختي الله ينور لك طريقتك ويشافي ماما. ومكره مكره هناك دير زيارة الصحراء. لا لا شوف راه كاين الناس متابعينك من الصحراء بزاف بزاف ما شاء الله. وني بيك خويا وني بيك وني بيك. الله يحفظك ان شاء الله قريب نجي الصحراء الى كتاب ان شاء الله وباذن الله. ان شاء الله من حبابك مرحبا وسهلا نتلقاو لك بالحليب والتمر. شرف لي ياسر الله ينور لك طريقك انت والناس ديال الصحراء. امين خويا امين الله يسهل عليك ان شاء الله. الله يسهل عليك مهمتي الله يسهل عليك سير الله يشافيها. راه تتبعيني انت وماماك. هي هي راه هي حدايا هي تهضر معاك. السلام عليكم. هذا نولدي شحالك لاباس؟ الحمد لله سير الله يشافيك ويعافيك ويطولنا في عمرك ويخلي لك وليداتك ولاد وليداتك. امين. يا رب الورقه. مشى سمعك صوتي تقطع ما سمعتكش. الو؟ قلت لك الله ينورك وينصرك بركة مولانا. اللهم امين. اختي خاصك شي دعوه اخرى. لا والله يعمل مولاي يعطيك رضاته. اللهم امين. من عند الله الله ينورك بركة مولانا ويطولني عمرك. اللهم امين. وانا وياك ان شاء الله. الله يحفظك الله يكبر بيك الله يرحم الوالدين. مرحبا. الله يجزيك بالخير. وني بيك. مرحبا. الله يرحم الوالدين. شكرا لك شكرا لكم. الصحراء جزائرية. شوف الفتنة اشد من القتل. اللي تيكتب الصحراء جزائرية الصحراء غربية الصحراء مغربية. وأي واحد زعما قاري التاريخ زعما ماشي حيت أنا مغربي باش نهضرو بصراحة. الله عز وجل ميزنا عن الحيوان بالعقل باش نسمحوا لي على هذه الكلمة هذه. الله فضلنا على سائر الخلق فضلنا. واحد كتب لي الصحراء غربية نجاوبك. الله عز وجل يعني على سائر الخلق عطاك واحد النعمة اللي نعمات العقل تتعرف ما بين الصح والغلط وما عطاناش ديك ديال نمشيو لذاك ديال القاطع القاطع حيت يقولوا لنا اليمن تمشيو في اليمن. في الله عطاك واحد العقل باش انت تخدمه تاريخيا جغرافيا اي حاجه فانها مغربيه. ف كواحد بل لا ما نذكر حنا الجزائريين كشعب حنا تنحبوهم وهم عارفين هذه القضيه وحنا عارفينهم حتى هما تيحبونا الناس ديال الجزائر. انما دوك الكبرانات ديالهم اخيب شيء هما ان دايرين داك الشيء ماشي حبا فيهم ولكن استغلالا فيهم. داك الشيء اللي تيديروا مع ديك ديال البولندا راه استغلال باش انهم يطلعوا على فرن لانسان عاقل. الله عز وجل ميزوا بنعمه العقل نعمه العقل فرا باينه ما يحتاجش اننا نوضحوها وما يحتاجش بانهم هما دايرينهم كارطه كارطه تيلعبوا بها ورقه باش يضغطوا. فانا ما نبغيش لو انا كنت زعما ما نبغيش شي واحد يديرني كارطه. فاللي تيكتبوا الصحراء الغربيه ولا هذه الصحراء المغربيه بكل افتخار ياك. واذا كنت انسان قاري التاريخ ولا انسان واعي فراه ما تحتاجش تشرح. والله عاد تنعاود نقول لك اعطيك نعمه العقل باش تفكر بها ماشي باش انك فهمتي تمشي تتبع القاطع. فعلى بركه الله قبل الاتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام خويا بدر. خويا صافا كي راك؟ هاني كلشي مزيان. هاني غاية صحتك اخويا. شنو السمية اخويا؟ منور اللايف اخويا. الله يكبر. حمزة من برشلونة اخويا. مرحبا اخويا حمزة من برشلونة اخويا. واش بغيتي الناس دايما معاك اخويا حمزة؟ شي دعوة اخويا لقايا شي خدمة الله يرحم الوالدين. سير الله يسر ليك والله يخليك.
ويفتح لك البال الخير ويزوجك ويعطيك الوليده جد الدريه الصالحه وتولي تشوف جوج والله جوج اخويا بعض الله يرحمه والله يخليها لك شويه داري الغدا ما غتقول لك المدام ما تعاودش تفرج في هذا اللايف الله يرحمني سير اخويا الله يفرحان اذا طلعت معك اخويا بعض انا اكثر قسما بالله انا اكثر سير الله يفرحك اخويا شرف لينا انك رجعتي وفاجئتي علينا والله الا فاجئتي علينا بك يا اخي الحبيب الله ينورك وكمل في الطريق هذه وراك غادي مزيان وش نقول لك راه الوالده والوالد كيتفرجوا فيك تحيه لهم الله يخليهم الله المغرب كان الله يخليهم امين اخويا امين وشي دعوه مع الوالد بالشفاء شي دعوه مع الوالد بالشفاء الله يشافيه ويعافيه وانت سير الله يغنيك تتولي لاباس عليك امين اخويا بلاص انت ما تبقى تقلب على خدمه تتولي انت تخدم عباد الله عندك ان شاء الله ان شاء الله كل شيء يديه معك كل شيء انا عارف ان الناس يديه معك بقلبهم ان شاء الله ونشوف لكم كل شيء يديه معك كل شيء يديه معك الله يحفظك يا اخي الحبيب شكرا يا الله يا عمر عرفتي الاتصالات اللي جاو لك اكثر من سكان قطر ما شاء الله ما شاء الله ف 12 الليلة هذه الصحراء المغربية بدر قالت لك الوالدة الله يرزقك الزوجة الصالحة سمعاتك كتهضر على الزواج الله يخلي لك ما يخلي لك ماما كرم انا وزوجي مشى لي داك الكومونتير مشى لي ما عرفتش انا وزوجي كنتفرجوا ديو معايا الله يفرحكم يا رب تحية لراجلك بعدا اول وحدة بعدا تقول لنا راه معايا راجلي وديو مع راجلي اما راه كاينين معايا شي مسخوطات ديال رجالهم تتقول لك دعي مع با مع امي مع خالتي مع عمتي معايا مع ولدي مع جيراني تنقول لها واش مجوجه وراجلك نسيتو تنساو رجالهم فاش غنقول لكم فغيمون توحشتكم بزاف الله اللي عالم انني شحال توحشتكم شكرا لاماتي بغيت نعرف شحال ام معايا الاخوان شحال ام معايا نجي نحسبوا الامهات اللي معنا يلا اللي ام تكشف بلي انا ام وبكل افتخار انا اللي رديت هذا اللايف هذا حيت راه رجعت على قبلكم يلا كل ام تكشف لي انا ام هنايا اللي ام تكشف لي انا سمير تحيه صديقي وحبيبي سمير الله يحفظك يا اخي اشتقت لك انا ام انا حاضره شوفوا الامهات الاخوان شوفوا الامهات باش النساء يكتبوا لهم انا 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 ام ام بلال واريج ما شاء الله انا ام بكل افتخار الله يعمر امهات والناس تاج فوق راسنا انتوما انا ام انا ام اخي وهذا شنو سدد خطواتك اللهم امين الله يحفظك اخويا حسن يكبر لك انا ام انا ام ولكن ماشي كبيره المهم تبقي ام الجنه تحت قدامك يا بنتي واخا بروشه انا ام يا رب نكون اللهم امين انا ام لثلاثه الوليدات الله يخليهم لك شتي شتي ام عز العرب ام عبير ما شاء الله انا ام شو الله يشحال عمر الامهات والله لا تنفرح من جهة شهد الله في عمر أمهات صلي محمد أنا أم أنا أم محمد واش محمد أنت أم ولا غير داخلة بسميت محمد شو تبارك الله شحال ديال الأمهات أنا أم مروان أنا أم لتاج وهيبة ورضوان ما شاء الله الله يحفظك الناس دخلني فرا تبارك الله شتي خصنا نكونوا فخورين بهذا اللايف هذا حيت معنا فيه الامهات انا ام كوثر وخديجه الله يخليهم الكرم انا ام واخت وزوجه وصديقكم اللي برافو عليك برافو عليكم أم خديجة ومحمد ومريم شوش هاد الأمهات وكل شيء كتب كل شيء دي مع الأمهات كامل بالرجولة شوف شوف راهو ما رجع شوفوا باش نكون واضح أنا رجعت على قبلهم ياك
ومدام رجعت لها قبلهم ديو معه. شوف الزلو شي فاتحة اللي غادي نقول لكم، سير الله يجعلكم من المبشرين بالجنة، والله يجعل وليداتكم دائما تكونوا فخورين بهم، ويعوضكم على كاع داكشي اللي دوزتوه خايب، يعوضكم ان شاء الله، والله يقدركم بهم، والله يرزقكم فرحة على فرحة، والله يغنيكم، وسير يا رب يرزقكم شي حجة ولا عمرة عما قريب، ويخلي لكم رجالكم هذوك اللي هذوك المسخوطات ديال رجالهم اللي متيطلعوا تيدعوا مع كل شيء. سير الله يخلي لك راجلك ويحننوا عليك وتحنني عليه، فهمتي، ودي يتعامل معك مزيان، وانت بدات حطيتهاش فوق الراس ياك، والله يلاقينا في جنة الفردوس ان شاء الله. وشوف تنسوا الاباء، الاباء تنسوا ما رجعش على ودكم وصافي، راه انت انتم باش ما يبقاش فيكم الحال. شوف الاباء لا لا تثق، واخا نقولوا شحال ابانا حتى واحد ما يكتب انا ما تيرضاوش. شوفوا غندير واحد التجربه، شكون اللي اب فهمتي اللي اب وفخور انه اب يكتب انا، ما يرضاوش يكتبوا لك انا الا من حمد ربي. شوف الامهات، انا ام كذا انا ام كذا، نشوفوا الاباء يلا اللي ابي بان. يلا فينكم الاباء؟ اوالو ما يرضاوش، التلاش مش قال لك انا راني اب على طيح النيفو. على طيح النيفو، وإلا قال لك انا تنتفرج في الله يبو اب على طيح النيفو، نشوف شحال من نشوف شحال من اب ونساليو هاد الله يبادها. فريمون حيت راه توحشكم داكشي باش زدت. ام ابتسام واحمد وملك الله يخليهم لك يا رب، انا اب. اي تحيه لك اخويا احمد، سير الله يفرحك احمد، سير الله يخلي لك بنياتك يا رب تشوفهم فين بغيتي. واشنو غير احمد اللي كاين معنا هنا اللي عنده الاولاد ولا شنو؟ وحنا البيرات ما نداوش معنا. اب سعيد، تحيه سعيد، سير الله يفرحك، سير الله يسعدك يا سعيد. اقساس رجعت يلا اليوم اختي، يلا اليوم الاول انا ايوب، واش انا ان ولا انا؟ الله يفرحك يا ايوب، راه الاب كيسحب لي راسه مع ولده. انا اب، تحيه لخويا سمير، الله يحفظك، انا اب وافتخر معلم. هادو هما الاباء اللي قدوه ديالنا، تيطلعوا يقولك انا اب واحب ولادي وتاج فوق راسي. انا ابو جنات الله يخليهم لك، هادشي واخا هكاك معنا رجال يفتخرون، فهمتي. انا اب نوح رميساء الله يخليهم لك، سير الله يشوف اي اب معنا هنا، سير الله يقدرك بوليداتك، والله يغنيك. انا اب كوثر الله يخلي لك كوثر، سير الله يقدركم يا رب، والله يخليكم دوما نتوما السند ديالهم، وتكونوا دائما زعما ما يحتاجوش لشي واحد من غيركم، وتكون انت هو الحب الاول، الحب الاكثر حب في قلب بنتك وفي قلب ولدك. وصل الله يرزقك باش تعطيهم وتقد بيهم، ودائما تكون فرحان بوليداتك وفخور بهم، ويخلي لك مراتك وما تشوف حتى وحده من غيرها. شي كاع الاباء اللي معنا، سير يا ربي يجعل لك كاع دوك البنات ديال الدنيا يبانوا لك خايبات، كتبوا شوف العيالات كلشي كتب امين، انتم تشوفوا الرجال انا نشريها لكم دابا في الكحل. سير الله يجعل كاع الرجال، الرجال اللي معنا دابا في هذا اللايف بعدا، يبانوا لهم كاع العيالات اللي في هذوك الدنيا خايبين الا مراته، كلشي كتب امين. كاع دوك البنات ديال الدنيا كلهم خايبين، وحتى وحده ما تسوى مراه قد مراته، تتبان ليه مراته هي احسن وحده في الدنيا كامله. يلا العيالات كلشي كتب امين. مريم مريم هي الاولى كتبت امين.
والله انا كذلك احبكم في الله. دعوا مع راجلي الله يخليه لك يا رب ويسر له. شكرا لكم، كانت حلقه اكثر من رائعه اليوم. ما رجعت تنحس براسي بيني، رجعت بحماس ورجعت شويه بحيويه، فكنت كذلك محتاج لهذا الشهر هذا. شكرا لكم كاملين، احبكم في الله. وقبل ما نمشي الله يفرحك وضحك، لان حتى حاجه ما تستاهل انك تحزن عليها. غتعيش غير مره واحده ماشي ألف مره، لهذا غيضحك يضحك. الا ضحكتي ما تعنيش بانك ضعيف، والا واجهتي الحزن ديالك باش تضحك راه كذلك ماشي ضعيف، بالعكس انت قوي رغم الصعوبات. فابتسم لها مدبر حكيم، يقول للشيء كن فيكون. شكرا لكم، نضرب لكم موعد غدا ان شاء الله مع 11 بتوقيت المغرب. كذلك ستوما لابد تعودوا القصة ديالكم، صفتوا لنا مساج عبر الصفحة الرسمية BADE ESPACE HELA. دوما تشوفوا في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.